قيمة بدن وهبين رنتي كبدلن هبين بدن أو عن قوم ماش أنا كلا سكون نبعنه وعن برهم شكله كقبسنه عاوي وحنا كانوا فدنا وهدية كبدلن هدية ذي هي هراء أنا هل كان كسر دوين ترني تدقارة أو قيمة بدن وحي نوضا وهلك إري بني آدم كنولها وحق قيمة بدن أولو يبوه وعن نبض هذا برنامج كينا عودت كمرتين نوجو أهل كان أيام كفران دونا وحنا أي حقيقة هان وفد جاس قيمة بدن كي ما دين دل كين هو يو دل كندا يو قبل لك عليه أو مريكان كسيد مجال بوسطن أو كله وحنا ربنا برنامج كا يعني كفران نسيد عدد النوع هيد قرآن كا وحنا نوقف رأيه شيخ أحمد عبد الشيل شيخ أحمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنن آياتها سو قرآن سو قابيو وحان أسمي وقتي أو أد أن أولي تقريني إنن كلمات دار إلى هذا مرة آيات كاس وحان أدورتي برنامج كا وحو كساب سيني هاي أو أه عاوي إنن سو دويني إنه رق أخيار أه أو كو أستيسن نبدا إيو هشيسين تددك إني كشغيان مركا إلهي سبحانه وتعالى آياته سوحو كغه اللي مركي ضد مؤمنين أو مسلمين دباتة دحا مرته إني واجب تهي إني أكا عن ضد كلوه مسلمين تهى وآي دح دحاديان وآي دح ذو دقالان سي عدالة نكو دح قالان. مركا إن شاء الله تعالى علمك لا جورته شيخ موليد إمامكم سيدك أبو بكر يركل أيغان تفاسيش حوغا وقتها هيا إني التقوين نودر دارمان لكن لبا حديث أو بشارة وأن ربا ولا لهاس نفتو دا يحوله دا بكوب بحيي إن أي سلحة كشقيان يددك دحو دا إن أي سلاحيان بان ربا لبا حديث أو بشارة أي كلمة هاني دي قف كستو سلاح كشقيان بشارة داد بدان لغايا أعمال كلو أهيين با إن أي كدور بدان حديث كاس مركي لحسوسيو بان دول استاغايا حديث كوباد نبي عليه الصلاة والسلام وحو صحابتي سكوي كلية هاي أو كويري أنا جانا نقول لي هاي حديث كوا فالد إلى قيام ساعة صحابة اللي قولها الله عدك استوقسها
نبي وحو ليهي ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة والميانة إذين شيئين وح إنك جوان أكسن أو إنك جا أجر بدن أو إنك جا خير بدن صلاة يصوم كي صدقة طبعا وحن أجن هاي إن أعمال ووين وأركان الإسلام تي أه إن يهين قف كنا دي أجر كأو ترسنا هاي وقرنا يا مركو صلاة كذا أم صدقة بحياة أم صوم طبعا وحن اللوجي دا وكو سنة دا أه صلاة واجب كأه أيدو ووح أن مرن وحول جوب بدلين يصوم كيس كذا لكن قف مركو واجب كجوتو سنة راتبه وتكذا سنة مطلقه تكنها يا ضحو تكنها يا وحاسو دان وح كاجا خير بدن صدق هذا واجب كمرك بحس غوين بدن باب حسا مركز واحد يا رسول الله نوشك إن هذا نوشك إن بس كذا في نوشك إن برنوار من هاي نبي وحو يري وسلاح ذات البين تتك عداوة يبقى ضها يعرض يبقى إسكو غوا إن لا دحق له اللي شيسيه باك خير بدن إن صلاة سنة وهبين كيودن أتوكتيد مالين كيودن إنا سونتيد صدقة سنة إنا بعشد وحا كخير بدن لبا قف أما لبا قبيل أما لبا الدولة أو مسلمين أو دبات دحتالو إنا دو وقتها كوب بحسيد أو كشقيسيد حديث كاللوات وان ربا أو بشارة ده نبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وحليا مالين أنه نبي هرتي سفر دينو أيو نبي صلى الله عليه وسلم أو قصلي إلى الكيس فالهراد يدو سوم مغدين مركز عمر بن الخطاب وحو كويري يا رسول الله هو يدي آبه هنقوه فرتاي محاكا قسليي مركز نبي وحو كشيكي دعا ذو لمنين أو حقوق دحمرتي أو إلهي هرتي سقرتي لوغو قاضي قفك قرت عدة قرت قاضي سنو أو الله جل وعلا ويهي وحو إليه نبي صلى الله عليه وسلم لمنين أو لبقف أو مدى إذا كمدا أيا إلهي محكمة ديسة صور فريستان مدبا دعوة قبا كان كلو دعوين هيا مركاس وحو كله يكي دعوة قبي يا ربي خذ ما ظلمتي من أخي ولالكي حقي حقي ويقدو المي حقاس أما حولها النقض أما ديقها النقض أما عردها النقض حقبو إيقابا إله ولالكي حقي إيقاد إلهي وحو كله يهي نينكي دعوة الوهيستي كقربح ولالكايو سي حقوق دو كاد البنا هيا ninkii dacwaysanaha oo dulmiga soo galay maxkamad hor u soo maray oo hadii xaq la tago wuxuu nabi ka sheekeynaa sallallahu alayhi wasallam rag xasanad waa weyn la yimid oo ka amsal aljibal buraha laag inay maarata ayr noqonayaan oo nabi markuu saxaabada weydiyay su'aal wuxuu ku yiri war miyad garanaysan qofka mufliska ah oo faqirka ah saxaabadu waxay ku yiraahdeen al muflis indana wa qafan dirham ya mataa alaab iyo lacag midna haysan markaas wuxuu yiri kaas waxba ma ahan de alaab hadda adduunka ka dhamaato kan dariska ka qaadatay ay qaraabada ka soo aruursatay ay waa si noolaan kartaa laakiin wuxuu yiri waa mid qiyaamada la yimid xasanad buuraha leeg laakiin muxuu yimid asagoo kan dhigiisi galay kan caayay kan xoolihiisi qaatay intaas oo dunuub xambaarsan markii maxkamadii la furay ila xoolo kale xagga ma jiraan waxa wax lagu kala gadanaya xagga waa xasanadka qofna lacag ma wato qabiilna ma wato difaacahaya waxaad wadataa xawaagi salaadaha oo ayadaba xaalkeeda alla ogaa markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay xasanadka kaga qaada qofkii dacwo kaada waxaan ila arag dhagna maqal walaa khatar calaa baari maarta basharin qofna usu qalbigiisa qiyaasi karin markuu quruxdaas ninkii uu arko buu leeyahay nebige iskale ilaahayow waxaan quruxda badan كل قف عادي إسكمل له النبي جاب له دياري أما صديق رون له بدنه أما شهيد كه إلا دتك وقفل له بدن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ودتكاس مركن نك وح صورة استألابتاس وحاب إسكال رجاس وويني أديق أو دنبيلا يدتك الله من مساكين شغكم له إلهي وحيري مركو أسوأ جوابها ينكي وح إسكال لمن باع ثمنه qofkii u soo shaqeysta qofkii u dhidida kan gata oo shaqeysta iskale oo yaa gadan kara oo awooda adaa gadan kartid maxaan ku gadan kara walaalka inaa iska cafisid soo walaalka xaq kama gelin dulmigi samaanta ma wax u haysataa inaa iska cafisid ayaa ku gadan karta markaasuu leeyahay ilaahay waa cafiyay ilaahay markaasuu ku leeyahay walaalka gacanta ka qabo oo labadiinuba jannada gala
مركز النبي وحو أخري آيدي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مركز النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحو هشيسين يا مالنت قيامة مؤمنين عمل كان انتو عظيم كيهي رب قوين وخالق أياه هشيسين هاي دتك وحد حيا لين مركز ولا ليال إنان وقتي انكسي ودومي مرهبو لكن وحان ربا إنان درينو مرتدين قيمها بدن برامج كاس عاو نوغو تيميد شقاده هيان او اي ودان او مسج كده اي نو كينين او ان ربانو ان لا قبانو وا ميداس قف ولبو ادو ماركا ادا جويس كو اغي يالا سنوينكا بدن iyo waxyaalaha badan iyo sunooyinka ninkii tukada iska dhaafay qaar badan oo anaga waqtigeena percentage badan waxay naga galaan maala yaacni waxa waxba nooga soo noqonaynin marka barakallahu fiikum jazaakumullahu khair intaasan ku soo yara gaabinaya waxaan jeclaan lahaa sheekh Hussein aan ku wareejinaya fadlan ما سنت الشيخ أحمد أجري يا حسرة الله كسي الشيخ أحمد عبد الشيل ورمتي الناس وشيدي محاضرة قيمة بضن وحن هدنا كسا دوين هي الشيخ موليد وآه إمام كمسجد أبو بكر صديق فليتفضل الشيخ موليد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا ونبينا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين een farxad gooni ay tahay caawinaan qayb ka noqdo een xafladan badana dadkii yaqaanay oo ogyihiin xafladaha lagu qabto Minnesota aad ugu muuqdo laakiin tan xafladaha kale way ka duwan tahay xafladani waa xaflad al-islaahu bayna an-naas ah waxaana ka turjumaysa taxqiijin la xaqiijinayo maqasida ugu waaweyn oo islaamku u nabarayo ah la khayra fi kathiirin min najwaahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس داد كواي كلمان سيابك الله كلما شرربا لقلا حفل دا لسميا ولا دبال دقا لكي لا يحولي كواسي بغن كواد خير كمجرو وحاان كأهين كلان كالسكو إيمانيو إن معروف لإس أمرو يا خير يدد إن لا إصلاحيو مركا مركا كوا بادو حرّا سيقوني أه إن لوضع ذير جنرال لضع أه لنا عكلا نبدو نضع إن شاء الله وتعالى نسود وينو inaan ummahaad celinno arintii isu taageen oo ahay nabadeynta dadka mudug wada daga inay tahay maqsad kamida maqasida islaamka ugu waaweyn waana laga yaabaa hadda waxyaalo kale inay ummadu mudnaanta siinayso waana dibka ummada Soomaaliyeed ku dhacday waayihii dambe in maadaama ummadu markuu ka dhumo halbeega iyo waxyaalaha muhiimada leh waxyaalo badan oo mudnaanta lahana in hoos loo dhigo waxyaalo badan oo mudnaan lahayn in kor loo qaado لكن حفلتنا وكلا إن شاء الله تعالى وحفلتها أباهن إن منانت هذا اللصية شرفت هذا اللصية كرامة هذا اللصية ذلك وضنا إن سيقوني الله كراميو ومدن صومالي ذا وضد حنوصا إن عبد المركة لغفيريو ما كما وضو سي أشخاصة لكن بلشاهان حنونا بضن باجرة دقال الله سوكي يوم يلا بضن كسع ذاجرة لكن وحا آدي آد آنيق إيد لبتا إن مركة أنفيريو ميديها مركة أنفيريو براها بلشادة إن تذكر سياسة هي 4.5 هي قبائل الإسكو عيد سنيو لكن عقلي سليم كهائي ده هي وردت كان سين إسكو كنا دي جوبت بعدنا إنه يري هي لكن ما أنتوا كلا مدرسة أو كلا ومدرسة أه وردت كعقلي أو صاحب كأو مدن كفكري بتقبك وذا كفكري دي جو ذا كفكري شرفته ذا كفكري ماشان أي كبل لابن إسلام مركز يجوني أنا وجود عيني يعني إن شاء الله تعالى مدرسة إيدك سوء بابلي إيدك مندان تسيي أد بعد كم هذا عيني وحان إذا الله يهي جزاكم الله خيرا وحان ربا وكلينا هذا الكذب كم دايرين هل قصة إن إن شاء الله تعالى الشيخ أحمد هذا الكيسي كو أن كحوتيو والله سعطان إسلام كو أرض الحبشة ولو مركز دم بحث الصومالية إسلام كو حسو قاري مستحابة وانت سن أسو هجرون المدينة لكن وحاجر تلبا هجرو أو مركي كوباد أرض الحبشة لتقي وحاجر تهجر لبعض الهجر أرض الحبشة
صحابة مركو وحاجر تكود هذا أرض الحبشة ومركي النبي صلى الله عليه وسلم وسيجوشة أو مدينة أي والنبي قوي مادي صلى الله عليه وسلم يي مركز المدينة قوي مادين معلن معلومة هكما إذا مركو حكوي لصحابتي ألا تحدثونني بأفضل أو بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة صحابتي أرض الحبشة كي مادي وحكوي لذلك الصحابة ما كي مادين مدينة مادين لمن متين بلاهد قويسين ومالك الأمة ذكر الله صلى الله عليه وسلم أركبتين وحول ما ليقى الشيكتان وحي أدكو أركتين أرض الحبشة صحابة مركو وحيد لها أنه حانو أرقني مالين مالمها كم إذا عجوزة من عجائز الحبشة ناق أما تقف دمرة أو وين أو ما أركتي وداء مدح هذا قوة على رأسها قلة من ماء أشون بيه كتري كور قوة دي بيه سيدي يضو مال مريسا قف ما أركتي تبر درمعي وابوينتيغا أن مدشن أتشوغنو نبي صلى الله عليه وسلم حويري يسوق لإستقصاداس لنا عن الظلم أيكون سلسلة ننكاسي هؤلاء التمر كما تبرتير تورية نبي حويري صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله قوما أو أمة لا تأخذ لضعيفه من شديدهم سذاب إله أمة التقديسية مقدس أو غلقة أبركية أطهراء أن كوضة ضعيفك أو وقر قارن كوضة أذق أما كوضة حوق بضن يعني مركز في رسالة حديث كاني في رسالة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام كأه وأمد مركز خصوصا لسنيد عدالة يقفك الظالم تو لقبته قفك مظلوم كو لجرب يستاجو ومد إسلام كي حضارة إسلام كميشن الكاسي خصو قالي مدين تا دلك قبل كاسي دجن الله مديو وحكت لنا نساء عدالة بكت لنا نساء عدالة داسين وحكت لنا نساء دلك كان يسكسو الوادان على ظها لجبحو لباتوين كلا لجبحو وحاصو لنا وح أصل وآه وبدايو وإصلاحه عاو هل كان نوفد إنه أنو بقاعدين تدك صورسات كواه مركينا نوجا نووي تطبق ده يقرن برادينينا تطبق ده مقرن إسا سوماليا حليننا لكن سوماليا حلين تدو السياسة ليسكوها يستو كمجرتو وذكتهين سيابا كلنا كمجرتو حي كجرتا تدك ودن كاسيد دقن إلا يسكو كينا الله مدهيو هدي تدك إسلاينا يان أدنا كرسي بس على راسين سياد حكومي سياسة معمولي هدي ودن كي ودن أي كجرتو ما عرقتي على هذا القبيلة عودي ست هاجي سأي سنشرين سياسة المركز يحوم ترس واحد وحتره وحويان لقن كنا بضين تاه يدك اللي سكوس الأوياه إن نقبلون إن شاء الله تعالى وضن كاس وحنا كودر يا مذوق هذا أوريدي وبيسكو تاكتين وواد سميسين ده سكوي ما ده أو بلاها سيدك ولا الله وضن أشي هشي سيا لكن قبل الله ذكر الجارسية فرنتن أو خبرة الأوجود بيها والله صعوتان وضن كصومالي إلا يقابتن صومالي قلبيد والله إسلامي أو نباتوين بدن بشرته مرك تجربة ذن ينبضن أضوضان مالها كل الجارسية قوليستن الله إن شاء الله تعالى إلى إنه حرشيني إن شاء الله تعالى أمدن حارس لحد إنه لغو نحارس إلى سبحانه وتعالى إنه لحد لغو آمين ده إن شاء الله تعالى ودين دعيني أي اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شملنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا وتزكي بها أعمالنا وتبلغنا بها آمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أن مركز توحان أمين سنة هي ودن كاسي كمقو سنة يو إن شاء الله تعالى ما دام يتشوغان تدواوين وواي لا سيدة أذي الروكلة وأتاقن تدكاسين معركة إصلاحيان ودن كاسي خير بان أورجيني بيلها سن الله سبحانه وتعالى لحظة النبض يا الرحمة لحظة الله اللي هو وأنكم ما سنتين أدري ستان وجزاكم الله خيرا السلام عليكم شكرا جزيلا شيخ مبليل هذا وحنو ياريا قدوميها قدقة قوان قابضة كلا كان عاوي أهنا قدوميها جالية بلان لتور محمد الكينان سلوهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد لما أمرت الشرف تكسو قيب قشاي حفلة سيدة قروح ذا بذن الله سوء أقاسمي آدي آد بعد كجمع هذا علنا وقتنا قالقة يضو أي هدمان تمالين جمعاء وضدكو أي شقوين كيمادين وحان أكسونا ميلا فوق إن لقي مد إن هول كان لفتر كيسة حقا حافظة كيرا دروكسان إن داد كان أم هذا علنا وحاكم إذا مامول كهول كان على إتقان سنتر ورنتي جالية دكسو كردية ميل هذا قروح بدن
آدي آدي إن شاء الله وحرجينا أنا إفنتي أفر بدن وكلنا أنا كوكب سنة سيدوك الله وحربينا نومه عليه قد جيش قدان إجلسوا شقيي حبيبي ما نبي أسوه تجنا سورة جليي إن حفلة دن سيدك روح بدن أرد عظم إن سجارة دن وحنقوم هذا علينا يا جرال عبد الولي حسين قرد يا جرال محمد أحمد شالله ورنتي قد يدن وذي أهنا بدن تا مدوك بيس and building and region كمدوك and نبضة إن أيو استعجان and سجى كحل الدون التاريخ دينا شجع معها ولي بقرد إنتان أوجا هي وحاو بلعبي مركي دجال هذا سكية بلعبين إلا يمان إن كاس إلا يمان تأيو أرنتا أتاجنا جنرال شالا إنه لقى تنا أدب ومهد سيه وعن كل ربعنا ومهد عليو and مهد يوسف and مدينتا وقتي أن أملاه لبسنا كار يجعنا صاب بلعبه يهي أدا أسدون عبد القادر ياسين فرع أدا بوسطن وعن كل أمهد علنا يا إني ما أنت فريان قد فرع مينيسوتا محمد عبد الناصر إيه سعيد إيركولا مهمة أنا جان هل كان أتاجنا ومهد علنا ما دام أنا قدوميه قد قابن قابضة أنا قدوميه جالية بنتلان in North America Puntland waxay kamid tahay in regionka aanu nabadeed aanu ka hadlayno ee mudug qayb kamida weeyaan bishii sanad ee sanadka 2024 mar aan mudug tagay safarkayga aan ku tagay ilaa Galkacyo waxaan soo arkay wuxuu ahaa ilaa iyo dawladda ilaa iyo governorka gobolka mudug ilaa iyo istimada ilaa iyo shacabka dhamaan waxa laga wada shaqeynay nabad buu ahaa الإصلاح بين الناس بعض أمة لسا شقد الله كله صبح الله بحقلب كي هبين كي لقى شقين أيو وحو أها نبادين يريرات دقال لما يلسو هشيسين تود مدوك دقال لذا كالسعودة إيا وقتك أي جيران إن قفل بوا كدرك سيهاي جنرال قرد تاريخ وحاجر تانية ساقب أغن هاي أوغي قرد يا أوغي قلير تاريخ كدر حسابة جرت لكن أنا يا ساقب نبض دانو ما أنتوا كم هذا شقين ما قرته قفل بنا سيم بأسامة ساي دنا عم بقفل بكسر أسامة ساي قفل هل كان فردية ونبض داسي ما أنت أن أباهنن مجرته سيدو كلا هل كان وحاف فردية أن حس أباهن جالية دم مدوك قفنا كم مغنا أنت قيود أي مدوك كوابن تهاي لبض هذا دنا عبان وأقول هذا النهي وأن شجنا وأن كم أتسنتين إن أد أجيبتن إن أد كسر قلب جسنا يا إن أد ماركتي أد ماركت ديار أتهين نبضن تأي ودان جنرال هذا إن أنا لا أجلستان وعند ذكوا بشارين يا عاوة وحفلة دوجم هيمسن أتاي لبضة جنرال إن أنا لا جوجي دون أسبوع دمبة وأنا قادم دون شرر كلا جارجارة وأرنتتن نبضن تأي سواد دونا أد بان إذا كم هذا علنا يا استماعنا لجسنا أدي أدبانا مارتقوم هذا علنا حريريها إن وزير حسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يوم حسن تقدم يا سيدا قيمة على نقص قابسي إن سيدا كلا ولي سود وينتي وحان ربع هذا إن كسر دويه قدم إياها جالية إجل مدرك فرحية خليف فليتفضل بسم الله السلام عليكم هبين وناكسن دمانتين وان إذن سلام يا عاوي هل كان ماركتي أنا سكوب نمت وحقاد ياد فرحد نوعة إن ماركتي أن سو دوينو إن ميجر جنرال عبد الولي جامع حسين كرد إيو ديليجيشن كيس الله سعودة نوغي ماضي نورد أمريكا ولالكي إن كينان جنرالي ولالكي مگه ایدان دلگیشن کلا سعودان و حان روای اینان منشن کریو و حان آدی آد وجو فرحسنا های عاوی مارکتی شرکان قروحده بدن و حان امه هد علنا ارگانایزرس کعاو منشن سوق من قابی مساجد کان قروحده بدن آن سکون نمت
walaalkay keenan gudoomiyaha jaaliyada Puntland iyo dhamaan jaaliyada Puntland iyo reer galmudug everybody oo meeshan caawin la joogo waan idin mahadcelinaa waqtigan gaaban aad ku soo baxdeen walaalayaal caawa fursad fiican aan haysanaa waxaan la jooga dad nabadoon ah raba wadankii inay wax u qabtaan generalka caawin la jooga labada general iyo delegationkooda la socdaan oo nooga yimid Canada iyo magaalooyin kale nooga imaadeen waxayna xasuusinayaan waxay soo qabteen Soomaaliya especially generalka waa buug socda oo laga faa'iideysto and I know inaad buug qortay ama qori doontid buuggaasna waa history-gu gala waa maaragtay baal dahab naga gala waxaan dhahnaa hala maaragtay hala wacyi geliyo dhalinyarada maantay waxa ka socda sanadkan bilooyinka la soo dhaafay dhamaantiin waa la socotiin wadanka waxa ka dhacay dhibaatooyinka iyo calool xumada heeso siiba dumarka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maskaxda laga qabsaday markay noqoto argagixisada markaan helno dadkan maaragtay military-ga adduunka maaragtay idea-da markay dhalato waa more powerful than the most powerful military in the world marka waan fahansanahay dadkeenan Mareykanka ku nool waan ognahay maaragtay muhiimka uu yahay amniga inaan heysano wadankeena since civil war uu dhacay maaragtay wadanka adduunka dhan meel kastaan ka joognaa marka maanta waxaan fursad u heysanaa generalada nala joogan iyo delegation kaada oo wadaan nabadoonka oo ku socda maaragtay toor ku socda North America aniga as a North America maaragtay wakiilka galmudug ee North America waxaan diyaar u ahay inaan idin la shaqeyno jaaliyada waxaan diyaar u nahay walaalkay siduu keenan sheegay keenan wax badan isla qabanay sanooyin kala soo dhaafay haddana walaalkay waa wuxuu aad u jecel yahay inuu ummada Soomaaliyeed wax u qabto waligisna uu qabanayna haddana aadan ugu faraxsanahay maaragtay inaan mudug aan ka wada shaqeyneyno inaan maaragtay Puntland iyo galmudug ay mataana yihiin ay wada maaragtay walaalanahay caawana quruxda badan gabdhaheena iyo dhalinyaradeena iyo wiilasheena ay halkan caawo ka soo qayb galeen marka walaalayaal waan idin mahadcelinaa waxa loo baahan yahay Soomaalinimadii inaan ilaalino walaaltinimadii idinteena inaan ilaalino inaan isku niyad furanahay inaan wada shaqeyn karno in generalada iyo delegationkooda nabadoonada nala joogan aan irdaha u furno aan soo dhaweyno muhiimku waxa ah generalka maantay shaqooyinka Soomaaliya ka soo qabtay as a military of Somalia fursad ayay ii tahay aniga fursad aan ka dhanno tahay marka walaal waxa idin leeyahay ma aragtay yaanan yaraysanin ha laga faa'iideysto ha la soo dhaweeyo generalkii delegationkiisa waana idin mahadcelinayaa fursadan caawa aan haysano aan wada shaqeyno aan is-aamino aan support gareyno fundraising ha la suubiyo waana awoodnaa reer Minnesota hadaan nahay waana idin mahadcelinaa haddana waxaan rabaa maamul weyn ee laba hadal dhahda aan ka faa'iideysanay intuu noo imaanin one second aniga la iima yeerinay waa la ii xaday yes labada general waxaan leeyahay ku soo dhawaada Minnesota aniga odagayga askari ahaayo askarta aad ayaan maartay ugu aan ugu faraxsanahay inay noo yimaadaan ama aan u jeclahay military-ga Soomaaliya markii ay nimankan saraakiil ahaayeen waxaan ku jiray gabdhihii jardiinooyinka inta faristaan markii sarkaal soo maro mashxarad aan looga baahnay iskaga xamaasad ay ninka dareeskiisa markaa aragtay askariga xamaasada ku qabanay marka annagoo shukaansina ka wadna banaanka jardiinada farisan jirnay shiir golaha u dhaweyn marka general Gorod iyo chanaka kaloo la socda magaciisa waa iga maqan yahay shagax la maal yiri shaale ha shaale general shaale soo dhawow mahad yuusuf waa idin soo dhaweyna aniga hooyada waxaan ahay Minnesota waxaan idin leeyahay soo dhawaada nabadda iyo biiska aa wadaana waa idin la qaadanaynaa laakiin gabdha idinlama socdaan maaqaan mase Minnesota qaar ka wadaysaan I don't know waxaan idin leenahay generaladeena soo dhawaada hawsha aad wadaan ilaahay la garab galo haddee weftiga waxaan leeyahay welcome Minnesota maama qodqod aad ayaa mahadsantihiin
أرين كستا أو صورتك غشة أساس كده إيو غرب قل كده ضد با وقت بدن صهورة إن جنرال كا يتيم كيسو حوي وقت بدن إيو سكرفاس بدن بيوسو سمير أرين تان وحن ربا نكي صوتها إن جنرال وأرين تان هرمود كان نقضه ماشان يمادو فرصة النوع على الناس ورتجليي إن ماشان يري الناس ودويسان ومهد يوسف قدوميها مدينتا هيادة مدينتا يا أرين تان إن يهرج شوك لباس سنة يبركار كأدوا شقي أنا كده إن ركود جري سدوا مهد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وغورنتي وحمد علنا إله سبحانه قادر وسكن كان عاو وفرصة عن قالق النسي سون ما إنه يو وحنقلوا أمد علنا مركل بعد تدك جد جسوا أبابله وعرنت عن أنت عن وقفات سكنه ما أها مركو غورس عن برامج كان عاو كانوا رهرمان الصوتة هيدا أسدون يو أمدين تا هذا كهر سنة كهر عن مد لكن فرصة أن قالي وكلمة أنا هلين جروب جروب عن ذات كله كلهني مركا أنا جم مقعد وحلي هذا مهد علي يوسف عن كشقة هي أدا مدين تا هذا جيد بولشدة يقطع على ذلك كان ده إلى أقول أفرق قينا أوركاس لور برنامج تربضنو بولشدة أيو كشقة هي لكن برنامج كان يو برنامج كالتو اللي يرهدو Mending a Crack in the Sky ولو مشروع قلبك يكتابت برنامج كان Mending a Crack in the Sky وبرنامج عن أصوب إني هو يوينك الصوم رورتو دي اللغولة مقالة تورنتو واقع ورقبتانو معلن كستو شنشن عن أدوغ جرن ويك استعرورت مارك برنامج كان Mending a Crack in the Sky ومع معها صوماليات waxay umuleenaa dad tashaday waa toli kara taa ka irka labadiis marka mashruucaas runtii uu guuleystay waana jeclaa inaan hadda korli wax soo magaa Minnesota oo qarbaale iyo oo qurumal amaani iyo nimanka madaxda ay ugu casumay si aan modelkaas u la replicate gareyno Minnesota iyo Columbus Ohio barnaamijkii kale oo runtii i taabtay waxa ay 2021 ki een jeneraal abdul garud jeneraal abdulli iyo odayaal oo abdulli madax u yahay markay soo waceen yiraahdeen waxaan rabnaa mahad inaan kugu nimaano magaalada toronto oo aad naga caawiso in aan abaabulno qurbi joogta marka runtii waxaan iri okay waxa loo abaabulaa marka waxaan rabnaa nabadeynta gobolka mudugan ka bilaabayna kadibne waxaan rabnaa inaan soomaaliyo dhan aan mideyno jeneraalka waa soo dhaweeyay markuu uu noo yimid jeneraalka wuxuu yiri waxaan soo qaaday deen hal sanadood ah hadii halkaas sano aan ku guuleysano deentaas dadka nabada way accept gareenayaan kadibna magaalada gaalkacay sida hadda la isku furo waa la socotaano dhalinyarada isdhex galka dumarka isdhex galeen maamuladii hal ciidan subsadeen in arintaas ay noqoto arin marka marabo inaan details ka sii galo because khudbadaas waxaa ku haboon jeneraalada jeneraal gurudan u deenaya laakiin sidoo waxaan rabay abaabulka inaan ka hadlo kadib waxaan raseelo abaabula marka dadka North America dad umad ma hore kala tagtay abaabulka iyo u doodi dadka xuquuqdooda iyo cadaalad raadinta iyo waa lagu kala maqan yahay waxaan runtii la kaashanay markii hore soo wacnay ururka Esedon ee ku yaalo magaalada Boston runtii Esedon raayig markaan ula tagnay way nala qaateen waxaan isla wada nimid si wada jir ugu nimid magaaladan marka
مكو ديرانا قدبد وحان ربا لكن حقا يلو 2-3 asks إنا ندو ويديو مركا أبابل كو حان صوبني كو وحان ربا وحان ربنا سيدتك لو أبابلو إنا نهلو ميل dadka ay information ka qaataan so whatsapp group waxaan soo weekly meeting ah oo week kasto aan ku qorno and information dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga runtiina intaas waa arinta suurta gelisay inuu barnaamijka uu nolol gasho kaas grupo waxa jirto raa ay ka shaqeeyo wadanka gudhiisa especially gaar ahaan magaalada Galkacyo iyo mudug madax gasho weekly marka dadkaas ay tawaarba inaan xuso gaar ahaan and عبد الرحمن اسحل يا عاشا جيله يا سلطان قاموس نيمكا اودياشا اادين ولا قاتين ارنتا افري ويك نو قلنا مركا اوت ريتش كان سوبينينا اما ما تقنا كسو قيب قالك ارن برانجان كسو قيب كشان ورتو حد كود سنان عاو ددكي انترست كو اني انفورميشن كاس ويكلي هلان وحيال بدن كو غولسن دا وي جيرتا ان ربا ان ديتيلز لكن حسين اماش سو قرو وقت بدن ما هايو ان ربي سبيسيفيك بتقنا and success is aan ka gaarna intaan u madaa abaabulayna marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo horta Soomaaliha noolaato ma maqal aan intaas ay tahay diyaar ma hawl aan marto Soomaaliha noolaato Soomaaliha israacdo barnaamijka aan ka bilaabno mudug waxa vision ku u yahay sidii sheekhu uu noo sheegay in wadanka dhan ay taabato nolosha waxa dhahay in mudug uu heshiyaan meel kasta intaan barnaamijkan ku jiro qof kasta xudhaaya deer mudug heshiyaan waa garantii Soomaali waa heshiinaysa marka walaal aad iyo aad u mahadsantiin waa rabaa labada gudoomiye oo ayagana mataqana runtii arintan iyo gudiga gaar ahaan abeenadan aan jifannin oo runtii maalin kasta naga warqabo oo saa ogaa oo dhaleen dheereesta naga tagina mahad gaar ah idii cilnaa aad iyo aad u mahadsantiin xasan soo dhawow Thank you gudoomiye. Gudoomiye ma gaabiyo ma hadsan yahay. En gudoomiye ma had markuu barnaamijka generalka waqti waday madama hay'adu sanay hay'adda midaynta waa nin cajaayib ah wuxuu la mataanoobay hay'ad kale leeyahay isadoon hay'adda isadoon barnaamijkii markay ku soo biirtay misna barnaamijka si fiican buu sii la qaraa marka xubin gudoomiye baan laakiin maxamed abd nasir oo hay'adda isadoon ka socda ayaan asna oo barnaamijkan hadda aan caawo halkan u fadhino janamadu ku yimaadeen sponsor ay kamid ah inaan soo dhaweeyo asna salaam aleekum kelmad gaar ah waxa ma santa wasir bismillaah tadamaan umada Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan general Gorod general Saale Mr. Bakino Toronto noogay mid Abdul Qadir Yasiin Mahad Yusuf iyo gudoomiyaha gudiga gudoomiyaha gudiga qaban qaabada xafladan ahna gudoomiyaha jaaliyada Puntland Sultan Abdulkareem iyo Sheikh Ahmed iyo dhamaan intii naga soo shaqeysay hooshaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo aan marka ugu horeysa idinkana aan idin mahadceliyo aan dhamaantiin in salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aan u magacayga aan horta intaan u gelin hawsha waa magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdir Naasir Skolowido ama Maxamed Cabdir Naasir Maxamed waxaan ahay gudoomiyaha Aisodon qaybteeda Minnesota intaanan oraahdayda oo gudagalin waxaan rabaa hadda xogaa yar maadaama ka shaqeynayna nabada ina halkaan runtii tacsi ugu diro nin reer mudugna ah nabadana wax badan ka soo taray oo runtii qaali ku ah geyga Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland amaanta wuxuu ku geeriyooday magaalada Nairobi ninkaasoo ahaan jiray wasiir hore oo wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Shuke ku magac dheer marka waxaan jeclaan lahaa intay soo wadaadadu naga tagen inaan bal faatixada u marno insha Allah hadii la haydmo wada en mudrayali mooyin anigu gobolka mudug iyo magaalada Galkacyo waxay ugu dambeysay dabayaaqadii 1998 markii ugu horeysan ku laabtana waxay ahayd 2019
runtii marka nabada halkaan aan ka hadlayna caawa wax weyn bay igu fadhidaa waayo dadkaygii iyo ummadaydii oo dhan baa wali meesha joogta sida idin dadka badankiis halkaan joogaan ba aan u malaynayo inay nabada caawa ay raadinayaan runtii maalmo badan ay u soo jeedeen una soo dhafreen shaqaaqo badan oo ka dhacday gobolka marka waxaan rabaa hadalka inaan soo yareeyo aan u kala qaado saddex qaybood mid inaan iraahdo qurbo joogta midna waxaan leeyahay qorax joogta ama dadka dalka jooga midna waxaan rabaa inaan reer mudug dhammaan inaan halkan ka iraahdo horta dadka qurbo joogta ah waxaan rabaa in dhiirigelinta shaqayno marar badan baa jira oo runtii rag iska dhicin iyo waxyaalo badan ay nagu soo dhasheen marka waxaan rabnaa taa inaan caawa halkan aan isla qaadano inaynu dhiirigelino qof kasta oo runtii samaha wada generaaladaba ha u horeeyaan iyo dadka ka soo shaqeeyay xafladan mahad iyo cabdiqaadir yaasiin iyo mr bakin marka taana waxaan dhihi lahaa qurbo joogta dadka qurux joogtana waxaan dhihi lahaa in ay iyagu nabadda halkan annako intaasoo kun oo maayl ka soo fog aanu garanay muhiimadeeda inay iyaguna gartaan insha allah hadii lahaydmo oo runtii ay xajiyaan oo xoojiyaan oo taageeraan qof kasta oo wadana ay runtii iyaguna dhiirigeliyaan waayo nabadda hadda caawa halkan ka hadlayno ayagaa nooga nugul waxaana u malaynayaa inay iyagu nooga baahi badan yihiin waayo annaku waxaa laga yaabaa maxasteeni ciyaalkeena inay halkan joogaan naf ahaanna inaan halkan joogno qalbigeenaba xaggahaba jiro laakiin waxaan jeclaan lahaa in iyaguna fahmaan in nabaddu ay tahay runtii shay iyagu aad iyo aad muhiim ugu ah marka wasiirka ay soo fiirinay waxaan rabaa xoogaa yar inaan reer mudug dhammaanteen laba shay baa lagu yaqaanaa oo aan inta badan ku soo celceliyaan mid ah xaladhalay taana waxaa idhahdaa xoogaa yar wax ka idhaahdo xaladhalay in wax laga noqdo runtii waxay na tusinaysaa inay dadku yihiin dad aad iyo aad waxyaalakood hore uga gudba laakiin waxaan rabnaa xaladhalay xalaala oo cadaaladu ku dheehan tahay dadku inay cadaalad helaana soomaalida waa ereyga ugu isticmaalka badan marka cadaaladaana in laga shaqeeyo xaladhalaba ha laga noqdee bal marka ugu horeysa cadaaladiina ha lasoo dhammaystiro insha allah haddii lahaydmo midda kale oo aad iyo aad aan u maqlo mataqaanaa oo reer mudugu eraah isticmaalaan u ah laa shukri calaa waajibna ayadana inaan xoogaa yar wax iska bedelno waayo haddii la rabo in wax cusub aynu curino dhaqanka soo jireenka waa inaan dib u fiirino caawa halkan waxaa nala joogay dad aad iyo aad waqtigoodii runtii ay nasan lahaayeen uga tegay oo ka shaqaynaya dan caama oo runtii ah wax muhiima marka ayagana in la dhiirigeliyo in qofka meel lagu qoro markuu dhinto ama markuusu joogin micno badan looguma sameynayso qofka isagoo nool in la dhiirigeliyo oo la garab istaago naf iyo maal iyo juhdiba runtii lala garab istaago insha allah taana waxaan jeclaan lahaa caawa inaan isla wada qaadano haddaynu nahay reer mudug darafyadiisa kala duwan insha allah midda igu dambeysa xoogaa yar kaftan baa iska ahaatee sheekh axmed baa maalin dhexaas wuxuu lahaa nin baa waxaa la yidhi jimcaha qofkii dhintaa wuxuu jannaduu gelayaa malaha wuxuu yidhi islamarkii waa saan damacsanahay marka waxaan u malaynayaa taana waxaan dhihi lahaa sheekhu hadaayatu ka dhawaajiyey in islaaxa laga shaqeeyo waaba ajar ka weyn runtii waxyaalaha kale oo ilaahay na faray marka amayba halkaa ka dhowdahay waan isla damacnaa inaynu annakuna ka shaqayno nabadda saynu jannada u galno insha allah haddii lahaydmo aad iyo aad baan ii salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shukran jaziila maxamed caaway waa habeenada ugu qiimaha badan oo qofka meesha joogaa wax badan waxaan malaynayaa siyaasad ama arrimo kale waqti badan ku dhuminaa laakiin caaway timekeenna ajar baa noo socda waxaan ka shaqaynaynaa waa nabad nabadna waa waxa ilaahay oo bini aadamkan u abuuray ugu qiimaha badan oo ay haysan karaan xafladdii aan caaway daadihinaynay oo weli noo socota qeyb qeyb bay noogu kala jogna lakiin hadda waxaan rabaa inaan idinku soo dhoweeyo nuxurkii xafladda sidihii hadiyadda jeneraal cabdiweli jaamac xuseen gorod ila soo dhaweeyey
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركه روح الربا إلى إلهي ومهد عليو إلى أيام مهد سكله مركه لبعضنا وحان ربا إلى أمهد عليو ذات كي كسو شقيي شركان يكورن كان يحفلدان ورنتي وقت بدل كل ميي ودغاله ذي كبحيي ومسكح ذي كبحيي ومحوها وسو تري عرورتو ذي يدد كودي أيها ومهد علينا هيا وانا قدوميين محوها كينان إيو شيخ أحمد يرقي كالأي قبله يكسو شقيي وآذا ما تنتي وحكا لهم مهد علينا هيا انت كسو قيب قشي أدوا ما تنتين وحنا من سنة هاي إن بحوها سيد الشيعي حفلة هلا قبرها يبدو وقيمها بدنا هاي تهاي ويو أشرب نص عن هاي سيد الشيعي أشرب نص عن هاي أنت سانتو سوقادين وقصة تكتير عرورتيني يشغوي كني يهوليني أشرب على جهلاية سيد وكله واحد ما هاد علي توي بدن تهاي واحد ربعين أم هاد عليه علمتي هل كان معها نحسوسية آخرة نحسوسية أدوك نحسوسية وكاد لها هي قيمها إلى ذهي إصلاح بين الناس أدد ما ستنا ذيك أنا أنت هرنا مقلين معها موضوع ما وحن ربنا كاد له وحن كبيرنا هي محمد تعسي معها الله نحرسه وزير كهورة معها عبد الرحمن عبد الله شوكي ودد كل يقانين ما أنتوا قريوا ذا اللي يري ومن الله وصعده مركا أن نراهن إله نحرس إلهنا نحرس أن نراهن أرنت أن بدأ ولا شيء وقدرك وجود مهم سن وأرمينا كذل سببت أن نبدأ واحد لنا واحدة ضد كسوماليا أما ضد ضل كسوماليا وحد قال كتيرة مدة أفرتن سنة واحدة منا صدق يتدرب سنة سبعة لقبل أبو إلى ما أنت تكده حد قال بكتيرة تاسو كلفتي أما سببتي إني تضبط الدينتان تضبط الدعوة عمان كبر كعان إسحستان إسحميان كل جوران أنت سودن وارد حتي ما رحدي دتك ساسو لمن هيو ما قصنا يا وضعنا مركا إنان حبدر إنه ودد كديلنا وبرك إنه ولا سلايو إمثال وضع هي هدي وترقف شيء هي أوله ورلا بس سنة يا وضعنا صدق سنة وضعنا شن سنة وضعنا واسكت كيس اللهين لكن قف شيء هي مشرو هدي مركا إنت أصل سنة فرت سنة كل واحد دد كده قال له هي وبركة عاسي ينمشد عاسي يناو عاسي يحنت عاسي نمد عاسي أي ماشا تمد سو كما فعنا إنا ان دريخ لا أدنو إلا دريخ لا قوية كاسي إنا ان دريخ لا أدنو أو إنا وضع هذلنو إنا ان هشينو إنا ان محوها اسكسو دوانو إنا ان داد قبيل لك القرصة وحي ليسي سينشر ليسي سيو إنا ان الأركاس أدن سو كما فعنا أنو بحن غبا إني تاسي مدن تاي إنا ساسي يلنو منا أتكا وكاقر الشير تاي وانا كا محوها عمل في كاشر بدن تاي ميدا دقالك تان دقالك والغود بنا يا والغود أو عمها يا لكن تان كنا أو عمي ميسيد ويلك إيا قبضو وكوكرا هيان خرمر بالقارة هيا والالتيني بدا سون نغنيسا دولة دي بدا سون نغنيسا دالكو وبرواقوبة هيا أرين أذكر نيني سرهاي مرة وين هذه شو؟ وحويه لبدي يكون يتدبي تبانكي وحن تجي قبل كمدوك قبل كمدوك بان تجي أرين توحدتك واحد الله هيد أرين المعقول هين معقول هين إن دتك أي شيء أو قاستر قبل كمدوك أي شيء كرو وين تجي مركان تجي همين كل من بقي مي وحير هذين هلكم سعتها قال كعي وما هكربتها إن أنت كنا بدي وحير هذا ورتاس وعلى غصبر
iskada waa laga samray ragii waa kas waxay wasiira wadaxweynayaal ba yimid wasiira yimid muxuu aha yeenka yimid ambaashatoora yimid jaranay orwaal iskada baali ash taas waa laga qoostay aniga waxaan inaan laga qoosan aniga warkaas ma aaminsani mana yeelahayo wayna fududahay maxay u fududaatay marka waa hurtood inay dadkaas soo dhiibadeen maxay u fududaatay marka qalbigeyga nadiifa qalbigeyga nadiifa oo ah dalkuna waa dalkayga dadkuna waa qabiilkayga qof qabiilkiisa la cibi ma jiro si taasi marka ay u fududaato hadday waa maqlaysan culimmadu waxay yidhaahdeen waxa soo jeedin lahaa intiina halkan caawa fadhida waxaa laga yaabaa in laysxantay in laysximiyey in dad badan ay muxuu wejiga kale dadba hayaan aniga marka hore waxaan weydiisanaya cafis in lay cafiyo haddii qof uu jiro amba cugogo istaagay dadkaani waa dal iska adduunyahay intiina iscafisaan oo tiraahdaan qof kasta halkan fadhiya cafis buu leeyahay haddaa wax u geystay war ma iscafinaysaan dad baa ciil qaba aan umalaynaya weli war ha la iscafiyo ha la iscafiyo maasha allah haddaad iscafiseen dad badan baad helaysaan oo kale oo iyaguna laga yaaba wax adwadaan inay idku raacaan inay idku raacaan maxaan u soo aadnay muxuu ahaa meesha la yidhaahdo yurub iyo north america iyo afrika maxaan u soo raadinay waxaan u soo raadinay dadka dibadda jiraahay dalka waa ku xiran yihiin hadday mushkilo tahay dagaalo hadday tahay qaybbay ka yihiin hadday rabaan inay nabad ka sameeyaanna waa ka samayn karaa maalin dhaweyd oo aan lada joogay ayaa nin ingiriis ah magaalada bristol la yidhaahdo oo u dhow london u jirta maaqaan intaasoo boqol oo kilomitr ayuu ka soo tegay nin soomaaliya uu soo kaxaystay wuxuu yidhi jalanka iigee markaan kulannay waa sheekaysanay wuxuu yidhi ninkaanaa ii sheegay inaad ameerika u socotid oo aad rabtid qurba joogta joogta ameerika inaad la hadashid waxaan ogahay waxaa la ii sheegu yihi waxaa la ii sheegay inay jiraan niman taragliyaal oo tiro badan oo lacagta ku bixiya inay dadku diriraan ma joojin doonaan haddaa u tegtid oo muxuu ahaa arintaas ma ka tanaasulahayaan markaasaan haa hadda ma bixiyaan waa ka caajiseen waa naceen waa arkeen wixii inaysan qayb lahayn anuguna waa dhammaystirahaya waa muxuu ahaa inaysan lacag bixin baan ka shaqaynaya marka rag iyo dumarba haddaad lacag bixinayseen waaba bixiseen oo hadda waan ogahay in la bixiye joojiya oo ha ku bixinina dagaal qof in lagu dilo qabiil in lagu duulo hub in lagu gado culimmadaa sheegtay aakhira waa laydii qabsanhayaa lacagtaasaad bixisay oo aad shaqaysatay waxaa laga yaabo aad muxuu ahaa u dhididay haddaad ku bixiso muxuu ahaa in dagaal lagu galo aakhiro maxaa kaa horreeya weeyaan waxaa ka fiican inaad muxuu ahaa ku bixisid nabadda iyo wanaagga ku bixisid nabadda iyo wanaagga inaad ku bixisid waxaa la yidhi gobolka mudug hadduu heshiiyo hadduu heshiiyo dadka soomaalida waa heshiinayaan arrintaas ma ahan mid soomaalida keliya ay qabtee xataa gaaladu waa qabtaan waa qaba ra'yigaas aniga 2018 ayaan waxaan tegay dalka nigeria ayaan tegay wadamo afrikaan ah ayaa waxaa lagu marti qaaday saraakiishooda 40 dal ayaa la marti qaaday oo weliba halkan nin jarnaal oo jooga oo hadda beeshii galay baa hoosta garaynayay oo muxuu ahaa ninka labaad ah ciidanka maraykanka markii shirki dhammaaday 4 maalmood buu socday markii shirki dhammaaday yuu wuxuu yidhi waxaan rabaa 2 nin aan la shiro waa jenaraal gorod iyo jenaraal kare oo botswana markaa ninkii uu tegay ayuu i warsaday wuxuu yidhi ka waran shabaab ka waran xagga weyo ah dhowr kelmoodu i weydiiyey markaa waa inaan u warramo wuxuu yidhi iska daa buu yidhi I know jenaraal gorod waa ku ogahay iska daa adiga ma ogtahay buu yidhi inaad tahay george washingtonkii soomaaliya saan isa u ahay wuxuu yidhi waxaad u tahay
جورج واشنطن وانيكي مرايكي كمديبي ادور صومالي ومديكتا دابت غول كمدوك شي سي سي صومالي مبدي سي 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 مركا فيري قال كوكولاي هدي مدوك شي سي صومالي ودوى دكيس وانا 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 هدي مركا قال دي اوكتا اما دكي اجنبي اما مسلم قالوا حرمانا هادين هدي صومالي ويقبطو إن مدغة دو الشيء الصومالي إليه الشيء محال لغة حقرره محيس وحقرره يعني في مدغة وإليه وحويه إليه دالكي لتقو وداد فالنتري أما محوها أيها إسحل قابي إليه تقام وحرمنا لبادة كون يتدبية طبنك ولبادة كون يأفري لاتك بشه ديسمبر تدبية طبنك إذا إنا تقنو كور هدي لهي رادو وأن محوها كوقب النشر dibashii seenad ila ku qabanno waagi hore 2017kii waxa la heshiisay dadkii qoryaha watay laakiin gobolku intaas waa ka balaaran yahay qabaail tiro badan oo aan markaas dagaalamaynin ama aan dibaato geysan ba jira ayaga waxa roon inaan ka qayb galino wada shirkaas inay ka qayb galaan oo hadda aan ka rabno inay ka bilaabato Minnesota iyo Ohio iyo Boston iyo kulli meel walba inay ka bilaabato oo ay ka qayb galaan oo ay noqdaan community gaar ah oo ayaga ilaa noqdaan community iyo ay leeyihiin oo ah dadka kale inay isla xigsadaan marka leenahay dadka kale iska xigsadeen macnaheedu ma ahan inay Soomaali u heshiinayaan oo dhibaato ay ku hayaan anagu waxaan iri dadka Soomaaliyeed ha heshiyo gobol gobolna ha heshiyo gobol kasta oo Soomaaliya waa heshiya laakiin gaarxay waxba ka midig waxba ka bilaaban hadda saas way mid hadaan ugu dhaganahay oo aan leenahay midig sida hadalka aan ugu dhaganahay waxa weeye midig haday heshiyaan gobolada kale waa ku deeyanaya hadda haday halkan ka fadhiyaan gobolada kale oo maanta ay culad ka jirto meelo badan waxaan leenahay uu istaaga in gobol gobol loo heshiyo Soomaaliyana ay isku timaado gobol gobol meesha qabiil qabiil isku ibaarayo inaan ku bedelno gobol gobol oo qofka sidii waagi hore ahayd dad badan oo hadda waagaas ay joogin ba jiree aniga dhowr qof kala ka dhool oo waagi midug gobol loo jiray Hiiraan baanahay iyo midug baanahay iyo muxuu ahaa Nugaal baanahay waagi hore loo jiray dad badan ma joogan laakiin hadda barta hadii la waagaas joogin intii joogtay waaba joogtay arintaas in loo kacay u baahan tahay oo dadka Soomaaliyeed ay u istaagaan waayo waxaan aaminsanahay waxa la yiraahdo Soomaaliya qabiil ba buuha waa dad qabiil siyaalaha qabiilka ma qabaan anuu arintaas waa diiday haday hoggaan fiican helaan haday arkaan qof fiican oo qalbigiisu fiican yahay oo Soomaali ah وليس دبو فيرن الهاي قبيل سيوية مرحبان مرحبان اكزامبل وين سير هيا اكزامبل بعد سير هيا انا مركا تليا حوغا ويل انا لي او شام عد مراي ريسك او بحبا ايبن تدكي يو ايبن عير ابو وحربا سركالي قدك وكدي كره دار روين تام غرو او قاتور قدال حوغا كسحي كره laakiin waxa ku yiri mando adiga hadaan ka dhigo dadka kale wiilasha kale yaa ka dhigahay yaa ka dhigahay hartaas hartaas waxaan u diiday inaan sarkaal ka dhigo anoo ka dhigi karay sababtu maxay noqonaysaa asagana sharaf darre ku tahay aniga sharaf darre ii tahay asagana sharaf darre ku tahay waxa la leeyahay garaadahaadu waad qaadatay aabaha ku siiyay kuwa aad waad shaqaysatay maaha anigana waxa la leeyahay adaa aldaray tu ka qabo waa ninka wiilkiisa muxuu ahaa garaadahaasi marka inaan siiyo asagoo si xaq ku imaanin waa diidi arintaas iyada waxay keentay wax kale oo dhacday example kale aan siinayo laba qof laba nin talyaaniga wuxuu nasiiyay laba nin oo muxuu ahaa leeli sarkaal oo marka sarkaalka halkan sarakiil ba joogtay oo horeysa sarkaalnimada oo mishan sara guddi baan qabtay waxa ay guddigaasi hal galiyo idaacadda dadka Soomaaliyeed ardayda loo sheego imtixaan laga qaado cidii ku guuleysatay helaysa laba wiil
صدح لنبا وحي كان نيكي وري وحو كان سغاشن يشبو كان نيكاس ريبر بوها قرو بوها لكن قبيل قرو بوها وحلا هي ريبو ساسوها لكن قبيل سماقان نيكي كوخيغا وحو كان سيداتن كو كي كوخيغانا وحو كان سيداتن ويلكي وابغي وحو سري بنا نيكا ميشي جوغا وا نيوانكي بالايدا هاي أربو كرسي كاب أربو كار كرسي كار دعاء وليس الشيء وحرق الشيء أنت النول هاي أو أرو أن تروج مشان أنت صدر عن قوائل كرسي كاسو سواي كرسي كاسو سواي كرسي كاسو سواي نكي سيدتني كودا كاري إيه أسيب أسرعي نكي سيدتني كودا كاري مركو تيجي إيطاليا ayuu kulliyadii galay xogaa waxaanu sadayb xiliyare warqad bay soo qoray wax yiraahdeen ninkaasi kama bixi karo military kama bixi karo ee soo dirsada ninkii kale oo aad rabtaa soo dirsada waa awood aniga inaan midaan meelahan ka almaad yarahay inaan dirsado laakiin nasiibkay wuxuu yahay dadka dhamaa inaad arkay midaaniga gaar inaad yar igu ma jiro nimankii gudiga habaan u yeeray oo talaariga warqad aan u qoray waxaan leeyahay waxaan ka codsanayna inaad ninkaas jaamacadda kulliyadaas wadi waayay militariga inaad jaamacad siisaan way aqbaleen jaamacad kale in la siiyo ninkii ku xogay ii keenaaray sideetan ka keenay ilaa ninkii saddexaad waan rabaa ninkii kale haddii kaas wadi waayay kii labaad baan rabaa ninkii sideetan ka keenay ha la raadiyo taleefankiisii iyo emailkiisii ha la raadsho asaga dareenay waa yimid waa la diray inay maanta soo dhameystay maanta halka shan sano ahayd waa la ogaan karaa dadkaas maxay keentay marka dadku soomaalidu waxba ma qarsoomayaan waxay keentay markii xilka laga qaaday ninka boosaas jooga inuu yiraahdo farmaajo dowlad ma rabo marka hadduu rabo dowlad muxuu garad uga qaaday waxay ogyihiin inaan qabiil iyo shaashad ku jirin taas waxay ku tusaysaa dadka soomaaliyeed inaysan qabiil u haynin niyad u haynin waxay arkeen cabsiba haysa dadka cabsiba haysa oo ah nin kasta inuu xukunka jeclaado dowladaha caayb mahayo kuwii hore iyo kuwa dambe midna wax ka sheegi maayo laakiin dhaqanka soomaalida rabo ilaa idiin sheego waxa weeye nin kasta wuxuu jecel yahay xukunka inuu adkaysto oo xukunka uu ku raago wuxuu jecel yahay inuu xoolo qaato wuxuu jecel yahay koox uu asagu qabo qabiilka soo ha u badnaadee inuu siiyo marka see loo aaminaya see dowladnimo imaanaysaa dowladnimo ma imaanayso dowladdu waxay imaanaysaa markii dadku loo cadaalad sameeyo oo ay dareemaan inay xaq u siman yihiin qof walba uu leeyahay taasay yaan qabaa waa la helayaa laakiin maxaa ka horreeya dadku markay muxuu ahaa heshiiyaan oo qalbiga isku furaan waxay raadsan karaan way miyar qabaan waayo xoolo laga dhici mahayo lama dilayo ma qaxahayo dhibaato ma hayso waa miyar qaba wuxuu leeyahay muxuu ahaa yaan xulanaa marka oo fiican oo soomaaliya oo na hogaaminaya anugu markaa saas idin leeyahay xukunna ma rabo xoolona ma rabo hadda idin sheegay dad baa ma leeyahay inaan kabeen ku samaysanayo aba yaraatay waxaa ma jiraan agtayda muxuu ahaa xukun intaan qaban karay waa qabtay xoolo hadda da-aan ku cunaba maba haystaba marka sababaan u raadiyo xoolo iyo xukun u raadsha meeshaan ma jiraan waxaa la yeelayaa dalka soomaaliya ama cadow wuu u gacangeli doonaa oo waa kala guurhaya oo waa la isku dili doonaa ama dad baa u soo baxaya oo waxay noqonayaan dad soomaaliyeed oo u kaca dalkooda oo nabad ku soo dabaala oo dowlad fiican u raadsha intaasaan anugu kusoo gabagabaynaya aad iyo aad baa u mahadsiisiin waxaan rabaa rayar waa iska ilowey waxaan rabaa inaad iga ballan qaadaan shiikh baa wuxuu yihi hadda shiikh magaciisa ma xasuustee wuxuu yidhi war dadka soomaaliyeed ha la gaarsiiyo gobollada waan sheegnay dadku gobol gobol bay hawshiiyeen gobol gobol hawo heshiiyeen kadibna waa la isku imaan doonaa mudug baana u horeeya gobolka mudug baana u horeeya halkaan ma ka bilaabi kartaan adigoo jaalidihiina ku kala jira iyo cidda taageeraysaan oo kale inaad samaystaan community oo mudug ah haddaad samaysaan waxa weeye wax badan baa qabsoomahaya waxaan rabnaa markaan halkan ka baxno haddii alla yidhaahdo
إن الحل ما نذا يسلة الرذك كسو بحجبل كبدو هذا كون رواشري إلى شرنو وحان كوير مركا شرناي انتينا وحال الذي كسو دورتي قبل كمدوك بات كنت كتب عدين مسور تقل متاهي إنا ذاديكو شرناي تد يعرف عدار وتكتان وقبل كورن المرتان إنا ذاركتان تولو أما الدقمو أما محوها قبل وقول لي تا أو إن محوها بي الآن أما محوها ود الآن أما عافمد الآن أما إسكولان أهيسو واتر عدان ماش تولو دا أسبح الرملا إن دولد وحكا قبطو لباتها ساتعلي تذكر وابدو هيان قبل كورو هربر بوغار هي دار كو كرانا واي كو ديال هي ساسا قبلدو كو ديال هي ماركا اريتاس ايدا هادانا وا مارينا قبلدو وحان مارينا حمر ديال الى سنه تردا لا كلمينا لبانادا وحان تغينا مامولدا او قلب يا بنتلان لبدا وا تغينا سي اي سرو قادن انان اما خيل انا او سخنو اما ان مخوها واخ كلا كربلو وحان لينا ادي كان دي شقينا ديال الى لكن هايست تذكر ويدين شي سيرينا وحنو تغينا غوبرتورياش يدغموي يميرها يو عقاشا وحان ربا انان همبل يو ادروه يمهد علين دمان تذكر ملقاها ودينتي هدا وشيغا ينك اللي يرهدو مهد دينتي وانك سوقاتي سيوا سوقاتي هل سنو مركي جوغين هل سنو ايا وحاير وحاي كعو سنة هيا هل سنو النبضة ودين اسي شان سنة يرشاد ومعوها اينا بدو جوغا شان سنة يجوغان هاد مركب مدد كاسا المدنين إن لو مهد عليو إن لو تغو إن بدي الله ورابيو ميسر وبهرين وو بهانتا ساسا نغوطة غينا كسو قيب غلا دادكي هل كان جوغا يكوا كما غمب غارسية و كسو قيب غلا أرين وحوي بيوتا دادك قف كتيك تسو غسر هيا محوها ميرو سحدي وحورنا وحيلا هيا أريها اللوقرا هيا marka kasoo qayb gala aad iyo aad baa umaasantiin mahad si gaar ah waxaan rabaa inaan mahad iyo ninka la yiraahdo Abdul Qadir inaan ugu mahad celiyo iyo nin sababay aniga ila halkaan imaado aniga Mareykanka fiisa waa la iidiiday nin la yiraahdo Abdul Karim muxuu aha Saciid Abdul Karim oo hay'ada u shaqeynayay Asidon ayaa fariisay way ila uu xilbanaanada Ingiriiska warqad soo qoray ولكن هناك جزء من المدينه waa maanta general laakiin warkaagu ma dhamaan wali een refreshment tier baan noo taala oo mar dhan aan cunayna laakiin program yar oo insha Allah een waxa ku jira oo la socda caaway 30 daqiiqo meelahaas oo su'aalo iyo jawaabo ah oo labada general arinta kuraasta meeshan loo soo dhigay waa arinkaas een waxaan hadda u yeerayaa general maxamed ahmed shaale وأنا متانكي جنرال كلا أوي نبدأ نوحنا ربنا إن سنة قلنا نودي بقول سنة كور لقى شقين شري باشان قبيل كا هدوك بدنا كتجنو بالقبل كمدو تتكوار دمينا هذا هذا نور سلطان إن شاء الله وحنا قرنسا شنو مودي نور هذا يودا كاكين لكن نود بسم الله الرحمن الرحيم وحان مهد بلارن وعلنا يا الله الله أود له عونه نو سورة قلي إن إنه هلك نسون نمانه نقم مدن شكر وقت والباء إن إلهي ما ركت حسنه وأن حسوس إنه دم دم بدافن ويدي سن وحان أم هاد علنا يا جدية and soo qaba qaabiye arintatan juhdiga faraha badan galiyay noo suurta galiyay goobtan sharafta leh sida ugu goglan inaynu isugu iimaano waxaan u mahad celinayaa gabdhaha reer Minnesota oo runtii lambarka halkan ay ku fadhiyaan ajeeb ay tahay waayo meelo badan baan soo maray lambarkan oo kale ma aanan arag
وهان عم هاد علينا يا بهذا صحافة ده هالكن شوكته يا دمان ومدى الصومالية عاون نقد دعوان إيسا شاشة ده أدوك وحي أن أرى الله واليري وعدا وحي بنام بو أيريهين وحن رباكلية مدينة الحصو و أرين فرها أرين ما ركت بدن وما أنت ذلك كشرته وح أدونك خربي ميديا سوشيال ميديا لقى شك قبه وصومالي أردن أي كشرته على شودا إثيوبيا أو صومالي كسود دوليس وقبسنا أي صومالي والبحر شبيس أنا وحناها سراكيش حوق ذلك صومالية عيدن كوحان قال يكون سقال بغلط الضوات أن يسدح دي أنا سركال الحيد قلاء روسا مريب لإيه بدلي عيدن كي هلك أكدو لي تضوات أن يتضوى دي بان كتشري رقع عيدن كاس آن وطي واللي إيه سريي وحي كاكوبنا ينبلد وين إلا يقروي بقول كي بس ديتن يشن إلا بقول كي بس سقاشن أنت كلنا وحى هاي إن صومالي أنت هذا كلام عيدا كي إثيوبيا بال يا بركو قبسة ذي بقول كي بس عاشن يسدح دول كي هي ستي وحى هاي إن عيدا كحوق دلك صوماليات يا شعب كصوماليات وأنت أنا لد بتاعنا تاكلين تا حوالها ذي نقطه للرجالين هذي نقطه ما يلول بو أنت كنا نلت جيي waxa xusid gaar ah mudan dagaalka markii uu xaq ku fiday waqooyi Soomaalida waqooyi joogta gabdhahooda dhaawaceena loo ma keenin jirin cunno serjito isku ma martay mashquulin jiray iyaga keenin jiray sabaayada iyo canjeelo ila iyo frontada ayayna la socon jireen rag iyo dumarba xoolo dhan baa la keenin jiray dagaalka wuxuu ahaa dagaal Soomaali oo dhan ee gashay anagana aan xabada ridaynay مال والبنا نل مرينا نل تسي وحلا وحنا وبهنا نلوك يعني مركز سيرج تكل جد ما قول السنين ومدة سومالية وردن دجال إيج شيء إيكو قول ستي بوها أيضا كأم وتيو هلك عكتر سنة ورجع حبدا إسكاك يدقي وحبدا الوجود ديو iskaa ka muxuu aha si adigu kugu dhicin oo hoggaaminta u dhumin isku dhigay iyagu ragii dagaalkii ahliga ahaabay iyagii isku hor yimaadeen garow aanu joogaa nin dhaawacmay jigjiga ku dhaawacmay geel la jira ayaa taleefankayga helay oo soo wacay waa wareesta warhebel ka waran dagaalkii uu ku dhintay gaalka ayu ku dhintay kuna xaq uu ka jeeda kuna xaq uu ka jeeda yaani hanuun iyo wax ka xun arrinka marka adigu aad aaba lahayn oo hooyo lahayn oo walaal aad lahayn oo cidna ku joogin ki ku xigay oo aaba iyo walaal iyo hooyo iyo wiil ku aha markay iska hor yimaadeen oo isdileen wiil adeer aanu ahay oo walaalkay dhalay oo hadda jooga Minnesota oo family ah waxa ay ugu horeysay North Dakota markii la keenay waligaa ma arag magacaygu aan magacaygu maqli jiray ana magaciisan maqli jiray halkaan isku baranay ragina halkaan jooga iyo dumarba burburkii baan is baranay hore qof ii yaqaanay ma jiro shirki habeen dhaweyd hal nin baan ka helay aan is garanayn ilaa 84 85 oo ah Cabdiraxmaan Dalmar inta kale waxaan is baranay qaxi waxaan ahaa sarkaalka kaliya أفر إيه طبعاً سنو فرنتا دفديي أو نول إنتي دمتي وار دمتي لباس سنو عدو حبد ديس إيغو هرد حفيس إيه لباس سنو حبد توابر إيغو هرد عيسى ما هي طبعاً كسنو طبعاً كسنو أو كلا وحا إيغو هرد عاي حبد عدو وحانا آبي إيه هوي إيه والال إيه ويل إيه أها عيدان كي حوق الدل كسو ماليات مالين نمتبين nasiib darada ka weyn marka in marka ay cadawgeyga maanta ma tagi karo meelaha qaarkood waa ka cabsan jiray inaan tago ama lagugu dilaa qabiil yacni dhibaatada ay noo geysatay arrinka uu noo geystay baan idin taabsiinaya iyo saan ooga xunna waxaan nahay ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiishiisiiba dad tacabkoodii lagu cayaaray
وتعبيل لدغي ما انت مركا هذه الشيء وحن امسنا هي هلك ان نكون نقونينه او سيدي اين نقونينه ان هان جري ايتوبيا افرتن سنه اي ادونكو دن لوغه نهي واخ ولبا نلو ديدي حتى حبت كليه ان سو يبسن نلو ديدي halkaas waxay gaadhey maanta inay tiraa waaba qabsanaya waagina waxa naga soo saaray dalka ruush oo hoggaaminta lahaa jarmal oo diyaaradaha waday kuban oo taangiyada waday yemen oo waday madaficda iyo bebeyad tagnikada fudud waday anagana iraq iyo saudiga oo shidaalka iyo raashinka nasiinay kaliya nahay inta kale soomaali ah maanta marka in la ka yureeyo horta anaga isu geysanay cidna nooma geysan haddii maanta Soomaali heshiisana tiiba soo noqonaysa badii waxaan ugu qabsatay Kenya Kenya waxaa looga guuleystay markaan Ethiopia ku duulay ayaa waxay qoreen beel dhowr boqol oo beej ah ay qoreen waxay u geeyeen jamciyada qurumaha ka dhaxeysa محكمة عالمية هيك مال والبيت جن حد كي يكوت الماما يان وادو ود مركي يراهن إن بضبع بضع النجا عليه أي على صهر دقي هيك أنت على المحكمة دي برا فرن وحي أوبا غدين رغولة هايين دوكيمنتي وأنا لك حذي وقرال كي واقع يا قرين أي هاي قرال كي واقع يا قرين أي على صهر دقي وحليل ما شاء الله بين شيء جيسين بس ما أنت شيء جيسين بين waate maxkamada imaan waaye maanta hadaan heshiino oo aynu heshiino sidii baan noqonayna dagaal haday maanta Ethiopia ku soo qaado meel way gali kartaa way qabsan kartaa laakiin Soomaaliya ma xukumi karto waayo dagaalka maalin iyo laba maalmood iyo bil iyo sanad iyo laba sano ma aha dagaalku waxa lagu talagalay markay ugu yartay 5 sano iyo 10 sano waana ogihiin iyaga rasaasta maanta la isku dilayna Ethiopia bixisa wiiga hadda la soo dhaafay dhowr baabuur oo rasaasa iyo hub ah ayay bay dhaba geeyeen say umada isugu laayaan marka anagaana la ka arkay oday reer muduga ayaa geel buu la jiray marka tuulo yimi tuulada agteeda wuxuu arkay geed weyn oo wadaad khudbeynayo diinta ka sheekeynaya wuxuu yiri wadaadku adduunka gadoon weeyo adduunka waa la rogaya odagii marka khutbadii oo dhan ma dhageysanayna inta dambu ka gaaray markay meesha lagu kala tagay mid qabta wuxuu ruuxan ku yiri wadaadku muxuu sheegay wuxuu yiri wadaadku wuxuu lahaa adduunka waa la rogaya oo adduunka ma la rogaya oo see loo rogaya saasa loo dabgadinayaa meel oo ma lagu heeba kor aadayo madaxi ba hoos aadayo su'aal yiri haa war waa ii dhacay tuur waa ii dhacay هل أوربان لها يوسان أوررنا يا قرب بيل يا قنعي هل إيرو ير علاش أكررنا يا أي علاش أي أكررنا يا أي هل إيرو وحا تاكر ديغن نمان كأني إنتا لسوت ببري سيدا وحلو ديلو سيدا وحلو وحي سيدا وحا أولا لها عدو قساء أقلا عدو قدفاع سكاء سكاء وح فربضانو هذا أنا نكوبي كرين أي أمانتي نبات كشاكين ليا oo nabad raadinaya oo ordaya kuwii ilaana waa seegay kaalintoodii siduu jaranka hadda sheegay Minnesota waa meesha Soomaalida North America ugu badan tahay nabadana qayb bay ka yihiin laakiin maanta colaadda qaybta ugu weyn ka qaataan hubka la isku dilayo iyo magta la kala qaadanayo lacagta la waxeynayo waan ognahay waxa bixiya qaybta ugu weyn Minnesota bixisa hadda joojisan oo aatir ahaan war jooga ma jirtee oo loo beddelo horumarinta maatada agoonta iyo iskuulaad iyo dugsi malcaamad quraan laga dhigo iyo horumarka dalka iyo ceelal in lagu qodo in bulshada lagu hanuuniyo wax weyn baa isbedelaya marka caawa naga balan qaada in aad lacagtaas u bedeli doontaan samafal sidoo janaka sheegay anagu xilku ma dooneyno ilaahay horti oo kuma dooneyno muxuu ahaayay jago
ولعك ما دونينه تبليغ نبضات بنا تبليغ دي ميت بعد أركي شرتيني مرة كان تبليغ نبضات وأندونينه إمر والله غدا أيضا أيينه النهي مرة إن هذا الكوح حنكسر قبل قبينا يا والدين بهاي لمن يهو نول بو واحد وقعته إنا تهاي لفنبركي نبضة رق يا دمر لفنبركي نبضة إنا تهين وقعد رق بدن با وحي نوي ديان قال كعيا كليا أفكر لغوها يا أو دتك انتي سكال دلك انتي سكال وحوال بميل بي كبير لوضا نبضة جانانك لوية طبانكي لحية تضبية طبانكي سانتكي تضبية طبانكي لبضي كون هي تضبية طبانكي انتي يريد وبلابا ما انتي هالكا لغو غاري ودد قروا إيه قال كعيا إن لرسو وحا سبب وها نبضة مركو رلو مسو جيدين أي ربورك لو سمريب إن لرسو وحان سبب وها نبضاس ميل والبقية تلابك استولا قادة نبض با سبب وها نبضا كانت واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا بإلهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنا جا اسبدل إلهي إنما بدلين أنا جا اسبدل حتى هدا نسبدلنا إلهي وانو تغيريا وانو حوها جيتك توسم بنو هكا جنيا مركا نوال بابو نوال بو وحا سميسينا كتوبات كان ما أنت نبدا اينو استاغنو نبدا اينو استاغنو هدي نبدا كرد عد مدو وهو هميغا إتوبيا إنو مهلكا كو بابا أيو هميغا إتوبيا إنو هلكا كو بابا أيو وهو وهو وحان أغانا داد كاس كالنت اي كوليهين هدو دقال دعو كالنت اي غادان كران وحا لحن كأهو ليتا او لغو كفتمو إلا جوجيو لحن في عن لو بدلو وحكا ساء او ربسانا يوالالكا إلا جوجيو إنا إنو إسبدلو إنا إنو دالكا إنا دفاعنو نوول باو دالكا دفاعي مسؤوليات باكا سارا مركا وحان هذا لكو غب حيا وحي وناغانا الله نوافا جيو دنبغينا الله دافو وحا إنو بلنا من نمو من نمو إنا إنو وذر رادنو أيا إنو بلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنرال محمد آدي آدي وماسي يا قبضة دقيمة حبضنا من نسو كيدي حد وحانو ييريا حلدبان صادق ورفاع واللبك المدود وسود ويني ما هذا علنا كيدي يا هالكال حلدبان وزير هوري أي دمر يا ما شاء الله الله بدر ما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي وحن كرجين ان هورتا كلنكا انو خير نوغا دغو ايامها هورتا منيابلس وا جوغا لكن شرارك ما تغو امدين لسو كين نبض لغا شقين واخ ان استانيا ايه لكن ما انت شركان وحانو ايمد أنا مواطن صومالي هذا، ذلك نوسو شقيا هدنا نرهر مذوق أيانا، وحنا من سنة هاي هدي مذوق هجاكتو صومالي وها جاكتي، سفر دير بان كنت جي ديجانا ده ما أنت لقاش شيء كينا يا، ورتوحان رواينا كم بخراتي كعو، ومد معناها مهمة وحياتها جنرال عبد الولي جامع قرد، أنا قمر كان وزير كأي تليها. يحلبان كها وحان كمقراتي كعاد دادالذي أقليي إن عيداما يسكو دفا إنو مغارده كالكعية كهير قليي رونتي مانتا أنيغا إساقا وانا كفر حسنين ساحيب كيس إنو بلاري مدق أو جنرال شالي ساحيب كيسي وراء وكسو قيب قلسي فرينتا مركا أندراي أنيغا ماهان مدان قرب جوق تكليي ما أنو سومالي هاد نيلي غشا كينا ما ودن كواسوار تضبسنا وكو مغنا قمت وحنا كهجاجين كرك ما هجاجان وحنا رواذن يرسوا ماليد ومانت قبل كمذو كجوجته وبرنامج كان شاشة ضحك ده وندونا واسكت قال يا وحنا معناها لهين إني فرينت جارتو فرينت النبض إني جارتو مركي داوع كسوق جار ودقال بلا مالا يعني أكو داوع مت
وهايدا مساكين تدبك كوجسوا كريسة كديم لجعتوا كمال مغلور هيرو انتلو جالك لجعتوا علاس كدبك وحو جاري وحبا هايدا مساكين تاوي أنا كمان أنت عن جاس أي الله ليا وديجانة دي أنا كوسو أركي مركز سفر كنا بدة وكفر حسنا هاي ميلو بوسو ماله هم مرتنا أنا كوا جعله دكدي هوبي مركز لحد دقيقة ودرس كحرت هوبيو إلهي متقنا إن كارك عينا لحد دقيقة ما أنت سفر كاسو حاجة لما ده ما أنت حاكم ده وزير كده ما أنت رمى الدب دحم على الفقية يوزير كي هري قرشين الجمال مركز كنت ركز كنت جينا النجا وأنا آمن سنة أنا حتى أنا آمن سنة هدي حل صومالي إيه هرمرتو ما هو بيه هرمرتي ده كده قرعنا وما أنت رجع مركو تشتري عروة تلو كلا تسوي ولا ما أنا كل شيء رجع دوت تشتدو معناها واحد ويدن واجوج معناه مذوق أنا نري مذوق أنا هاي صومالي أنا هاي حمر بان كل شيء لكن حلي هذا رمز صومال وعز جيل البلير هذا حقيقة وحيت هاي ديجان كاس مذوق وحن كفانا يعني وعند ولا نراسين الله الله ولا برد ديجان كي كسو جيدة وعند الله الله ما أنت يجا أنفرين تاوي مدانو واحد كلام ما ودل يروي مستقبل كايا لغو عيارن دل يروي مستقبل كايا لغو عيارن دقال بلا ما لا يعني انت لغو قليو هو يذا يدب كهدو هو سو جيدين أو ويل كامساكين تا الماء أقون تا هكا ديجن ودد النبضة ولكن دقال كي وسعودي دقال كي عراق مركي معناها لما كان نيو كان كلي راد أيو حي راهدين the road to peace وحي دين go through the Baghdad ويقل دين معناه وحي رمي سلام حسين الردان بيربين وحي سو تجلس إن إيران وهجمني على إني متقن عراق إده حشو أنا أقول لك وحنا من سنة هاي وضد النبض الصومالي وحي ده مرتا كالكعيو وحنا كعد سنة يا قرب جوكت وحنا ربع أود أن ليذهم بعدين شيء يا مانتو أه لفريج ك لعقت ريميتنس الصومال الله بكدم الله ده ومكان فريج لباس وحوار ريميتنس ك يتلو كوميونيكيشن labada asu labada shay oo dhaqaaleen ku xiran yahay marka hartu in sheeg remittances kaas oo idinka dirtiin dhaqaalaha dirtiin iyo telecommunication waxaan codsan lahaa marka waxay tahay lacagahan leverage ka general way la hadleen aniga fariinteedu waa fariin nabadeed nabaduna waxa laga soo tali karaa dadka deegaanka in iyaga ka timaado lagu taageero lagala shaqeeyo waxa la wax aan kaarankayga waa kala shaqeynay laakiin waxaan inta weey mid inaan ka maqraati kaco aan aniga saaxiibkay aan ogahay halkaana weedin kala hadlay I'm making testimonial bansamania general abdulla jaamac gorod waa sida weedin sheegay waa nin aan xilna ka rabin xoolana ka rabin nabadaas uu istaagay ilaah dartiis uu istaagay taas ayaan ku taageersanahay reer minneapolis oo general ka nabad mala qaadanay reer minneapolis oo minneapolis general ka nabad mala qaadanay ilaahay waxaan ka rajaynayaa idinka haydin guuleeyo lacagaha deegaanka marka u direysaan dadka waxa tiraa nabad laga shaqeeyo Soomaaliya waa bidoobaysa waxyaabaha ay riskan isku keenayna meel aan iska dhigno qalbiga ay taabto jiraa shaam ruka laay awooda ciidanka markaan laheen nin dhalinyaro muuqday markii 1973 aan ciidanka galay oo yaabo anigu 1973 wallahi baan dalan marka wallahi waan nahay marka waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay general you look very young and you very lucky inshaallah ta'ala ana keep going somalia hanolato ilaahu waxaan ka rajaynayaa mudugna oo israacday oo nabada hada madagdegayno hatta waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan qodonto magaalada xar somalia inshaallah wa ma santin ma sanid xildhibaan wasiir saadiq warf en wafdigi سفر كنوغو يميد ولي وحا نوچوغو حبنا مهيما آخ و قدبد نوغو قرن و ربو إنان ماشان غير لكن وحا ربو إنان هل مر سكوحي جيو لوضع حلدبان حلدبان عبد بره جنرال ميا إنو لوضع كلمة دود و دك ديگه نورس و قابيه دي لهيدنو السلام عليكم الله وبركاته دمانتين مسف كوسا اكو فديدان وايد سلامي وحنا ادعى وفرحسناهي شركان يا حفلتان يا نبدان ان كسو قيب غلي استماتين وكم هسنتين يعيد سو ابا بشي ان رنتي
sida jananku sheegay waxa la maqli jiray wada tabliiq oo tabliiq wardahay islaam dadka tabliiq gaarsiye oo salaanta muxuu islaamka gaarsiye laakiin tan waa tabliiq muhiima oo runtii lamida oo badbaadinaysa dhig Soomaaliyeed badbaadinaysa maaragtay colaad iyo dhibaato badbaadinaysa anigu magaaladan waxaan deganahay 29 sano wali shir aan imid oo aan ka soo qayb galkan ay ugu horeeyo markaan galabta soo baxay qol ay timid waxay yiraahdeen warninkii hebel ahaa baa jooga shirka iska soo qayb gal waxaan shirkan waxa iga qabeen badan shir Soomaaliyeed oo nabad ah oo Soomaali lagu heshiisana iga qabeen badan baan saasan horta aan u imid mid labaad sida jananku sheegay oo ka dhawaajiyay gobolka mudug Soomaalidu horta reerka kaliya oo tacaydu qabato oo lala kaftamo oo meel kasta aad joogto qofku haduu qaslo haduu wax sheego war waa reer mudug naga daabalay leeyahay cid kale oo lala kafta wadanka ma jiraa waxa hadaan reer mudug la kaftamin qabaailka hadaan la kaftano dhamaasiyo toorida ka soo reesa laakiin reer mudug maanta aad u tacaydu kugu qaslahay wax kasta ka sheegaya mudugna sideeda waxa weeye qofka bilaadanka waxa kala barta xudunta kala barta mudugna waxay kala barta Soomaaliya waa xuduntii Soomaaliya xamar iyo gaalka xamar iyo gaalka ayu waxay isu jiraan 700 iyo 500 km boosaaso iyo gaalka ayu waxay isu jiraan intaas oo kale hargeysa iyo gaalka ayu 700 iyo 500 km jigjiga iyo muxuu ahaa gaalka ayu 700 iyo 500 km meel saas Soomaali isku xirto u dhaxeysa meel ahayn horta ma jirto sideedana waxa la yiraahdaa Soomaalidu si hadda jananku sheegay reer mudug burburka Soomaaliya iyo dhibaatada Soomaali mudug bay ka aasaasantay mudug baa sabab u ah dowladnimadii Soomaaliya aasaaskeedina waxa uu ahaa reer mudug baa aasaas u hoodo hoganka u hayay maanta Soomaali meel kasto ay joogaan wax isku raacsan yihiin mudug haday heshiiso in Soomaali heshiinayso marka sida halkaan laga sheegay walaalyaalow lacagihii aynu ku bixin jirnay colaada iyo reer iska celiska oo dhiigga Soomaaliya wiil Soomaaliya dhiiggiis aan ku farxi jiray maanta waa in lacagaha loo wareejiyo sidii nabad loo helo in loo wareejiyo waa in nabad laga shaqeeyo hadayna nabad ka shaqeyn oo dadku waxba maalinba waxba abuura runtii jananku nabaddu intaa wada goob joog baan u ahaa maalintii xilka laga qaaday xamar baan joogay madaxtooyada anoo dhex joogan waxa arkay wiil askari ah oo yahay meel fadhiya askartu ku soo xuntay maxaa dhacay saacadan buu aamusahay wuxuu yiri marba hadii jananki gorad xilka laga qaaday Soomaaliya waa ka hajirayaa buu yiri marka qofka qiimihiisa waa arki doontaan qiimuhu leeyahay qofka halkaas aad ka arki doontaan ka arkaysa marka inteenan hadeenu tabliiqa ka qayb qaadano oo nabada ka qayb qaadano oo midug nabad noqoto oo midug la heshiiyo Soomaaliya nabad baa ka dhacaysa nimba maamaha wuxuu yiri sagaar hadeey dabareed ahayd hadeey dabareed ahayd dabeed ku qarsan lahayd aynagu hadaanu u markeenu isnabadeyno markeenu xalkeeno markaan nabad Soomaali u horseedno waxaan aaminsanahay Soomaali inay dawlad noqonayso oo Soomaali aynu hoggaanka u qabayno dawladnimada Soomaali waa hadaanu daacadnahay jeneraalkana waxaan leeyahay janamada waxaan leeyahay nabadaan idinku ka shaqeynaya oo midaan wada tii Soomaaliyana hay loobina Soomaaliya maanta haday lahaan lahayd ciidan military oo diyaarsan haday lahaan lahayd burburkaan kuma dhaceen wadan markuu siisa burburana ciidan baa badbaadiya marka jarmada waxaan leeyahay u diyaar garooba tii Soomaaliyeen u diyaar garooba inaad taas wax ka badbaadisaan dadkiina halkan jooga rag iyo dumarna waxaan leeyahay yeenan caawa kaliya tabliiqayn intaa ku ahaane jarmadu hawshay wadaan oo safarka ugu yimid oo ilmahooda ay ka soo tageen oo reerkooda ay ka soo tageen oo dantoodii iyagoo nasan lahaa oo maalinta guriyooda ku raaxaysan lahaa waxay ka doorbideen inay dhiigga Soomaaliya badbaadiyaan dadka isdilahayna dad kale fog maahan waxay isu yihiin abti ilma habreed ilma adeer waxay isu yihiin gidisay isku yihiin waa la soo dhala inteeran caawa hadaan maaragtay hoos u wada sheekaysano waxaa laga yaabaa 900 inaan saa isu noqonayno marka nabadaas halaga shaqeeyo oo wanaaga halaga shaqeeyo oo hal loo istaago oo gudihii cid walba hal hadasho oo hal xakameeyo dhiiggan macna darada ku daadamayo Soomaaliya haday burburtay aqliga waa burburay maskaxdi waa burburtay aqoontii waa burburtay wax walba waa burburay
وذا ددي الربيع إنه مارته ودن كإنت تجاهم وعديان ومحوها وعدي اللي استجان أيها اللفت قد بات كون تون بقول فرقان قضي ويل يربع ميرها إيمانها يوصل مالك إيمانها واحد مقيس وددو ما أنت لشرة وحاس إنتين إسكنا فنو تنت جود أقارن كأنك شقينو وحال غيا ومحوها إن تضبطن با وحيليه مركان ميلها كهل ما كيم معارض كهيليه ور أنا جم معارض ما يدو وحوي أبهي هدوي هاي ومدحويني هاي والدولة الصومالية أما خرد أم كاركو تل فرت أم كفي غيا وحال لو رمضها لقبت قبيل بنا وحكيش يجن عد كنا وحكيش يجن حضنا تاسم كنت أجن هاي عدي الصومال نما هو جامين يسا أودن الصومالية كش قينيسا أهور مرك شقينيسا تاوى كنت أجير هي لكن مدحنا ما أنت شوكته حداي وحلا إحدان حداي سحن وش غيان تي هدام وحكش يقدر هذا مدحيون وخلت كاسو قرا شرعي بوكتم تي يا الله أركينا قبيل وحكش يجي تي نبض بيدير رجينا يا هوش الشر ما وين لا تاجر ما سنت ما سنت حل ما أنا عبد بره إن هذا وفدي مرتدي وقت كده أرنوسد مثلا حبنا كم إذا يعني وريكو جد جرنا وحن روينا وياه عبد الرشيد حرسي بيكن عيارتوي هره Let's go the way. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Runtii waa sidoo sheegay walaalkay dadka magaalada Toronto ka yimid oo General Gorod sidoo sheegay gudoomiyaha Mahad Cali Yusuf dadkii kulanka u horeeyay la qaatay ayaan kamina heen especially dadkii loo xil saaray aniga mahad ayaan kala qaybsanay ina masjidka dadka reer Murugay oo dhan aan isugu yeerno oo Murugay hore ah marka dadkii u xil saarnaa dhinaca Puntland inaan isugu yeero ilaa waagi uu yimid ilaa haddana aan wada wadno mahad sidoo sheegay every sunday ayaan kamid ahay magacaygana waxaan la Cabdishiix Xirsi oo ku magac dheer Bakin sidu sheegay in isfortiga iyo xagga waxbarashada wadanka aad wax u taraanahay runtii arintan arin qiimaheeda aan si gaar ah ii taabanayso waa sababtii ii taabanayso anigu gaalkacyo ayaan ku dhashay una dhashay xafada wada jir ayaan ku dhashay marka gaalkacyadii aan ku noolaan jiray marar badan ayaan aad u tagtagay haddana nabadda Gorod iyo Sonkor iyo hooyooyinkii hadda la sheegay Aisha Geeley Hebel Habeebo dad badan ayaa waxeeyeen ninkii hore u arki jiray oo hadda taga ayaa macnaha garan kara taas horta hore waa wax aad muhiim ah waxaan rabaa inaan soo inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo soo dhaweynta ee soo dhaweeyeen noona soo dhaweeyeen maalin kasta ay noo taagan yihiin hoteelkan deganahay haddana runtii extension ka badan noogu daray waan u mahadcelinayaa gudoomiyaha oo hadda uu macnaha ku hadlayay magaca shirka aan gudoomiyaha jaaliyada Kaise iyo dhinaca kale gudoomiyaha oo hor fadhiya walaalkay Suldaankana si gaar ah walaal u nahay oo runtii labada dhinac kala socday soo dhaweyntaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa arinta runtii aan rabno arintan rabna waxa way reemini soorow janan qiimo badan ayaa marti noo ah anigu waxaan ninka Canada degan aad iyo aad uga shaqeeyayna waxyaalahan horumarka walaalinta sportiga youthka wadankeena sidoo sheegay gudoomiyaheena caruur badan baa naga dhimatay marka si aan caruurta u badbaadino xagga sportiga iyo xagga tutoriga aad ugu dadaan leh marka waxaan rabnaa reemini soorow qof kasta oo siyaasad ku jira ama durbaan tumanaya wax fiican iyo wax kasta ha noqdee reer Minnesota uu ku soo tashada war Minnesota weena tagna marka caa waxaan codsanayaa generalka anagu waxaan nahay martibaan wadanahay kulligeen laakiin si gaar ah generalku in loo soo riyo waxaan ugu xeynayo aakhiradiisa iyo ilaahay uu shaqeynaya arintaas in marka runtii wax lagala shaqeeyo marka waxaan rabaa arriman gaar ah sidoo sheegay 17ka waa sanadkii
أفراد بنغنيا ونبت قال كعيو أو أدبال دجان تدك قال كعيا يمرق أجد دجان سنة كأن وسنة كأرمن أنا وضطقنه سنة كمرق وحصنا إن س لو أركو تبدو هذا الكل الشيء تدك ورا الشيء تدك تبدو حبدان كده جنني إذا عذان وحين جنني ما أنت أن نبتان يا هذا الكان أن قارسينه إيمان شو هنا إن بوحسك ووح important يا وحن نقعد سنة يا أنا هاد إسكاتش والكين أقدر ستان تدبي تبانك ديسمبر شركة كده عيا قال كعيو أنا يجا يا جنرال كا يقف كستنا أستعد تيجي كيس يقرش كيس لب حيا أرنتاس مركا وحن ربا أرنتاس ما أنت نبض على دعيسه قال كعيو أنا هو سبورت كذا أدب أنا وشقي كرون كهذا أو معناها كديسن عوالة أو الاستاديوم كروح البدن قال كعيل لا هذا هاي رجع دقالها بدن وقت كبدن جليانة مركا حوجا وحا إديبه أما أعيش هذا أنا وحافظ دولة تربان كنا ولا قال كعيو أو هذا معمول كقلب وكتر سين هاي كرون كي درك سبورت يغنى يغنى وحالك لا هانتنا هوم يا أوي إسراع يا هرمر يا جرسور أنا جرّم كي وحوها جرّم كي يلقطون وقف كي جرنيا جرنيا وهذا اللي قد يسي جرّم ك الله ونحرست كل جود مذاحد إسرائيل بريم نستر كي نوجه ري عبد الله عيسى مركبها عصنا جرّم كاسنا إن شغلي سلاقعه أو حلاقبت مدة كلو آن ربا وحوي مركي هذا الشركة أنا وكد عيو أضيعش يوح جردك وحن ربانا عياره أو حجلا because sportu waa walaaleeyo waa isku keen xiyaaraha rabnaa inaan ku qabano oo waqtigaas gudaheeda taageeradana dareen minnesota ugu baahanahay marka siyaasi yimaado marka wax yimaado boorsooyinka u buuxsan jananka ya arimaha sportiga boorsooyinka noo buuxiyo waa codsi marka waxa kala rabaa inaan xiyaaro kaftan ku daro kaftan inaan ku daro nabadaan inay shaqaysay shaqayn doontana sidoo jeega janankii gorod hal sano deen qaatay deenkiisa maanta wuxuu marayaa 5 sano mashaallah mashaallah ka badan inuu sii maro waan rabaa marka waxaan rabaa qabiiladu diinteena waxay taro ay taariifo talyaaniga wuxuu oran jiray waagii xurrimada oo dagaalka waa dadkii naga horreeyo dhan ay sheegeen gaalkacyo janankiina uu sheegay shaanle difaaci qaranka Soomaaliyeed wuxuu yiri 85 ilaa hiiraan illa ya galkacay aagaasa ka yimaadeen galada talyaaniga wadan karabta inay xoogtana waxay dhahayn duu bastaarta ayaga bastaarta bastaarta anagu maheen chalof ya khalaf anna khalafaan hay chano kono wa chalof way magarata marka nabadaas waa garan insaan hormoodkeed ay inaha wa la wada leeyah laakiin waa garan kartaan chalof ya khalaf anay maanta leeyihiin war habadaha dhiga oo geela ya la dhicin oo nabada hal qaad waa wax fiican waa marka waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo Asidon because anaga midaynta hadaan helinahay Asidon Abdul Qadir Erkalo iyo Maxamed hadaan Asidon helinahay Mareykanka waa soo gaar weyn runtii Mareykankuna waa cududa ugu xoog badan ugu muhiimsan umada Soomaaliyeed marka waxaan runtii leeyahay Asidon Abdul Qadir Yasiin adduu weemaanaha laakiin waa xanuunsan yahay laakiin waxa joogta madaxdiisi Erkalo iyo Maxamed ba jooga suru adeer sheegana Saciid ninkii kale uu sheego fiisada uu dhameeyay waqtigana galiyay xoog leh si aan caadi ahayn ayuu noogu soo dhaweeyay Boston markii hore markii dambe marka waxaan leenahay naga tagaya Ilaahay nabada sano xojiyo arinteenana balankeenu hadii la indhaf noo gaarsii iska jawlowada qorta ولا لوبة هالشيء نبضنا وديسمبر أربعة وثمانين سنتي. Thank you. وحنا هذا جوف رحصنا هاي. And عاوي حلايوان تيم كبرنامج كديارين يبان حلايو حن تصيدي ورقة دوكيمنتية والله صحيح هاي. لبعض تكد على جوبل كمدوك كنت سجال بقولي أفرتن كي. een warqadaas dokumentigaas wuxuu ku qornaa arabi
dadkii marka odayaasha ahaa oo saxiixayaasha isku jiray oo nabadda ka shaqeynayay haddee 1904-kii haddana maxaan joognaa 84 sano kabacdi weli waa gobolka midig waxa laga hadlayaa iyo dib u heshiisiinteed arrintaas waxaan rajaynayaa 84 sano inay meeshaas kusoo xiranto oo aysan nala gaarin waqti kale ilaahay idinkiisa laakiin waxaa farxad ah odayaashaas waqtigaas nabaddaas saxiixayay oo weliba ninkii qoraaga ahaa oo markaas ahaa xaakimkii qorayay macnaha warqadda in awlaadoodii nala joogta caawa saxiixayaashaas odayaasha waxaa ka mid ahaa jeneraal Gorod magaca Gorod ninka wata saxiixayaasha ku jiraa waxaan rabaa sidoo kale inaad ii sheegto waxaa ku jiray maxamuud degel oo suldaanka hadda hor fadhiya oo aan u yeerayaa hadda suldaan cabdikariin suldaan maxamed suldaan maxamuud degel waay degelkaas maxamuud degelkaas baa saxiixayaasha ka mid ah waxaa kaloo fadhiya sheekh cumar oo ah fiqi oo ahaa xaakimkiisa warqadda markaas isagoo carabiga ku qorayay waqtigaas insha allah asna ducadu noogu soo xiri doonaa arrin eegeegatay ayay u eegtaa barnaamijkani suldaan cabdikariin ku soo dhowow kelmadaada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أيام ما هذا سكله وحان روائنا السلامة ومدى هل كان شوك تدمانتود علم مدى وضياشا قبلها لن يرضى ميديها waxaan ku salaamayaa anoo aan ina kala sheegsheegay marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan si gaara u salaamayaa waftiga nooga yimid meelo kala duwan laakiin hadda nala wada jooga oo jeneraal Gorod meeshuu ka yimid ay u fagtahay oo ay ku xigto jeneraal Shaale uu ku xigo mahad waa salaamayaa waxaan leenahay soo dhawaada waxaan kaloo halkan rabaa inaan ka salaamo labada gudoomiye ee jaaliyadda Galmudug Farxiye Khaliif iyo gudoomiyaha Budlaan ninkii la yiraahdo Xildhibaan Kainaan dhammaantiin walaalayaal soo dhawaada casha waa soo socotaada horta bal madaxda ma rabaad mar si fiican ugu sacbay horta waxaan kaloo rabaa inaan ayagana salaamo Mahad Cali Yuusuf iyo ninka la yiraahdo saaxiibkay Cabdirashiid oo hadda mikrofoonka iga horreeyay waxaa kaloo jooga nabadoonkeenni weynaa Maxamuud Siyaad waa ka xumahay inaan ka hormaro waa madaxdaydii waxaa jooga dad badan boorsa jooga gabdhihii sharafta badnaa ayaa jooga oo ay ka mid tahay Farxiyo Gombuur baa jooga waxaa jooga ganacsade ninka la yiraahdo Cabdullaahi Kayton Galbeyta jooga waa salaamantihiin dhammaantiin waxaa jooga Cabdullaahi Gorod asaguna oo boqortooya waan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxa jooga gudoomiyihii ugu horreeyay Galmudug Xasan Maxamuud Hayl iyo xildhibaanada iyo dhammaantiin gudoomiyahayaga gaarka Koronto iyo gudoomiyihii kasoo horreeyay Calfoorna waa joogaan Cali Cabdirasaaq Koomkaas baa noo jooga Cabdul Taamac Geelaha jooga waxa weeye looma kala harin gabdhaha ayaguna waa mahadsan yihiin walaalayaalow horta waxaan ka tacsiyeynayaa Ilaahay ha u naxariistee Wasiir Shuuke Wasiir Shuuke hadda koor ayuuna marti qaaday annagoo reer Mudug ah weliba special sacad ah asaga iyo nin kaloo dhintay oo la oran jiray Idsan oo qusul ahaa magaalada Nairobi yaan anagoo markaas suldaanimadooda cusub tahay
وبونا مرتي قاضي وحان لو وانا مرتي قاضي أرنتان وحو كشقين هاي هايد لورن جريسي أهلي ونبض يددك اسكو كينيس كينيس تيدا كشقينيسي وحو نوشيغي قستو أن لا يابني مركي أن قضيني وحان لسعودي أو سعوني رنتي رق إيقا مركاس إيقا قراد دوينا وكم مدها إلهي هلون حارسة كيميكو وحاكم مدها نينكل إيراد حاف وحاكم مدها نينكل إيراد عمر سراد علمي وحاكم مدها رق بضان بانا هين سيقارا بانو لو عزومي نبدا اسبانا ماركتي اي احد وجيددو وحو شيغي وقتياس وحي احد بان ماي 2012 كي وحو نو شيغي الا سيدي دغالكو او دحاي خوغه هلدي يا هلكا كا هليا وحو نو شيغي ددك اس غورسدي او لبد دينا 13 قف يا 14 ما قان وحو يلي بين نقدين بوير marka waxaad garanaysaan meesha dadkii isku dhex jiray jiray gaabka intu leeg yahay arintaas marka waxa weeye waxa la isku boorinayaa dadka hadii la nabadeeyo dadku waa sidax galayaan dal iyo dabad wax weeye hadda waa wixii dadka dhaxan jiray qof dadka aniga intii ka waa iga waweyn ama aniga leeg labada dhinacba ama abti ama xabariir ama waxa sal isku yahay ama isku hooyaba marka hadda way yarta haday jirtana qisadaas ninkaas waa nooga sheekay ilaahay uu naxariyo shuuke umadisiina samari iimaan allah ka siiyo waxaan rabaa qiso kale oo culadu ay keentay oo aniga caloosheeda marna aan ka goynay inaan bulayn la qaybsado oo gaalkacayo agagaarkeeda ka dhacday gaalkacayba waxa jirtay geel baa wuxuu ka soo baxsaday qolo reer budlaan ah geeli waa la soo raacday nimankii kaleeto oo reer galmudug ahaa bu geeli soo gaaray nin ay saaxiib yihiin ninka geela iska leh ya geeli وعلي ويللنا وكحست ودلي كيلي مركو عليي نمان صور عضيستي وعضيكي صاحب كيسا وسكو جرين با كيلي ننكي بيت لين وضيقها وكيلي سو عليي ولما نو صاحب وما تقرن نسان كيلي بو وعلي كيلي انتو سيوا ذي والغور يمد والد لي geeli nimanka waa ka haysteen odaygii bay u sheegeen wixii ninkiina waa dilay wuu ogaaday odaygii geela alha saaxiibkiisa in la dilay wuxuu yiri tacsiid ma ka qayb galaya odaygii oo la xabaalay nin absanahay ma ahan waa nin dadkiisii tacsi ugu yimid markuu yimid ba asigina meesha lagu dilay waa wixii maaragtay uu yaabka badnaa oo igu naxdinta badnayd baahay walaalayaalow marka nabaddu horta ayada naas la nuuga leh ninana inaan ugu danaynayna ma ahan foolxumo ka weyn arintaas iyo naxdin ka weyn kulli way dhaceen oo nabad la'aanta way keentay laakiin wax aad iyo aad looga xumaado oo looga naxo weeyi jeneraal gorod horta wuu rafanayaa ilaahay ha la garab galo waa raftay way soo agstaagto ku jeeda waa rafatay jeneraalow ilaahayna ku qadin mayo meel fiicanna hadda wax waa keentay annaguna waxaan diyaar u nahay ilaahay idinkiis inaan ku garab istaagno nabadaas ka shaqeyno ilaahay annagana qadin mayo bal aamiin dhaha ilaahay inuu nagu guuleeyo jeneraal gorod waxaan joogay shirkii galdoob iyo bandhigada intu sadicin waxaa dhacay saacadka iyo leelkasaha intay isku soo duuleen bay wax iska dileen suugikaada wax yar wasi raalahow waa mahadsanta marka waa la isku soo duulay aad iyo aad baa waxa wanaagsanaa leelkasaha
جنرال قرد إيه عبد قبديد وحي كهر مرين قولة دي ساعت كهيد نمان كهاس هلس وحيكو قلان واللوسو قرمدي عيق بأس عليي إلا الدلو همين كميشي كوهيدين maalintii dambe ragii yimid baan ku jiray geed weyn oo qura ah ragii shii aan hadlay laba nin aniga iyo nin kale oo hadlay galabtii markii la heshiyay oo lagu heshiyay xabad joojinta waxa dhacday waxa hadda MR Hilaay hadda lagu soo gaaray bandirilay waxba ka dhacay maqla jirteen farmaajii igeeya bandirilay iyo guldogob igeeya ka dhacday xaqiiqdi dadkaasi isku bilaabeen haddana waxa weeye waxaan idin sheegayaa oo run ah dadkaas oo isjecel yihiin olaad oo isku qabaan oo isku nacbiyeen ma jirto waa lagu dhex jiraa nimankiina saraakiisha oo dadka dili jiray hadda sanadadu u soo jeestadow waxa la inka rabaa inaad indha dheer wax ku fiirisaan iyo caqli badan dadkaas waa lagu dhex jiraa dad isnacab ma ahan anugu hadda waa anugu keligay anu ah baa intaan gaari ka kaxaystay galdogob meesha liyaado gaalkacyo baan guldogob tagay markii la soo heshiiyey ka bacdi wey anoo nin aan wadan meesha waa ka soo helay dad baan soo bartay magaaladi magaalo fiican bay ahayd gaari baa ii yaalay ninna uma shayin baasin baa ku shubtay waxaan aaday guldogob intaasan kusoo gabagabaynayaa markaan sii socday waxaa dhacday wadooyinkii baa kala baxay xoogaa qoladan ma jirteenkaana xoogaa markaas waa ka cabsanayaadoo maanan heshiina ma ogtahay waxaan idhi halkaas iyo halkaas iyo halkaas wada mid walba wada aatay waxaan u jeeday nin iyo gabar guri ka agdhisay ayaan u jeeday markaas aan walba ku waan weydiiyey bal waa u tagay ninka wuuba i gartayba wuxuu yidhi suldaan anuu nin sacadaanahay oo farala oo hebel hebel ah oo aniga anuu ii sheegtay qor waxaan ku yidhi aduu muqoladii cumar maxamuud oo waxaa taabtiga aan waayn intaan qoba sheegay muu yidhi warbal isku kay sheegay ninka waa runtii abti baan u ahay waana leelkas wuxuu yidhi abti waa weydiiyo ruuxayn waa lunsanaa xagee wey meeshaad ku socoy yidhi kiligaa baata kiligay baan ahay waxba ku gaari maayaan orod sidii baan guldoog ku joogay maalintii maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii soomaaliya la magacaabayay anu guldogob baan joogaa maalintaas nimankii reer guldogob oo leelkasaha waa layla dabaaldegay ra-iisul wasaaraha la igu yeeray waxaa la yidhi saaxib nabadda fiiri iyo sharafka walaalayaalow marka horta waxaan si gaara ayagana u salaamayaa labadaa nin oo saaxib saciid iyo maxamed waan sa soo shaqaynay oo dood badan iyo howlo badanna dhex mareen waxaan leeyahay wiilashaydii baa tihiin aad iyo aad barasho wanaagsan dhammaantiin waxaan leeyahay rag iyo gabdhaba waa salaamantihiin wasiirku aad iyo aad buu igu dulqaatay wasiir aad iyo aad baa u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax yar baan rabaa inaan boorka idinka kiciyo waxaan rabaa inaan hadda u yeero laba awaan oo hal mar aan rabo inay halkan goobta iisoo istaagto waa abwaan bashiir frey iyo abwaan gaaciye abwaan gaaciye aad baa u mahadsan tahay waraw bashiir ooy assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo murwooyin aaway nabadgelyada ay hogaaminayaan jeneraalada cabdiweli jaamac gorod iyo jeneraal shaale iyo dhallinyarada kale iyo mahad iyo ay hogaaminayaan inaan ka qayb qaato xaq baan u leh
جاف كان ليس هو عين لهان كان كروجو لبدا قدام كذايو لغو قرفين ايو انا قباي كفا الله ذو اي قدبان ياه انا قباي كفا الله ذو اي قدبان ياه عبد الولي قواتي وقلان كو قدبين ايه مذوق سيدة وحاقو مع عقيقايا قول نبضان داد كنت وكو قدون سادي كل غي قوان كاد ودان قرب استاقناي تقول ايسا قبتي والبط قعنص الرئيسا وقول ايسا ايسا نوات قعنص الرئيسا افكا قول إلا قال كايي قولة مياني قول ايسا تارين قعال ولا راي قالك عيّا قلدوا بي مركان قولتو مييني قيّق اللهين بعد لمان كو قربان تو ميي وقول إيسان إيسان لغانا قعان سر إيسان أفرطا قادي يوو غيّو قوين مكيّي كاتي نمّا قبقا كلا قاسيري قلن قرمو ييلي سالكا قوما بيشان للربي قوما كاكسيا قيقان لهم بعد ما خو قربان توميني قرلو قومي إلا قال كعيو بيرو قده هيدا بدا قرعات إيو خبيو قوقك سامديني تاريا قل دوغو بي عبدو قولة مياني قول ايسا وطنين قعال ولا لاي افرطا قدي ووهي قول مكاي كاتي نمبا قبقا كالاقاسيري كالاق قربو يلي سالكا قوم عميشا لخبي قوم كاكسي وغوغل ديجي نبض اولو قدون سادا غبري يويل بكبا غوالو قدبو ياهاي غانوهون اسمو هاي سنة قوشو نوتا هاي قرمضو كاكاي مان تيبعي قولو نوتي ميدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدر يال إيا مروي وصير يقعد أبو غنقاعية هذه هذه الشرف بضانتهاي هذا واحد روائنا وييرا وحان لسلية أضي وييري دونا أبو غنب وييري دونا سياس مايا أرنتان نبضى سعوتي وحاجري garbo oo runtii hadaad maqasheen gobolka mudug waxa ka jiray wax la yiraahdo dhalinyaro saddex galka mudug la yiraahdo dhalinyaradaas ninkii laf dhabarka u ahaa oo halkan u joogay ayaan rabaa caawa inaad idin baro waa Cabdirasaaq Axmed Xasan Yare sadu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيروا مع السنتهاي. لفضل برضه بدن باعوا أهاد الليرة وشعلان لها عثمان جلعيو. إن عاوا تشوفن لكن بي بي سي بتشوفن. يضد بدن عاوا الشقين شرني. أت بعد ما أنتي نوم هالسنتين. إن جنرال جورد يو جنرال شال وأن عاوا برتاي أت أنا وفر حسن على هذا الكسنو أت إي تابتي يو خيارتك له. و ميلها فوق فوق نوقت تمد لما أنتين سدي مر
مرر بدن لوغو سو علعليه دبنا كل الا ايغا دنبين دونو سو دواد ان ادين ليهي بلنقاتكي وسل خيي او اها وا ادين لا شقينينا ايان انغو دن ودا قادناي ادي اد با او مهسنتين الهي هاوشا ودانا هايدين لا غرب غلو جنرال غورد غار اهان اني حسوس غارو اي ليهي اني او حدا كور dhalinyara asaguna uu sirkaal dhalinyara aha ayaa la yiri ninka waa pilot waa duuli maana maqal ilaa yaa qof inuu pilot yahay een marka anigu marka dibadna waligaa ma aadin oo ma dhoofin wadanka dhexdiisana diyaarada looma kala raaci jirin marka diyaarad xataa mid meel fadhida maanan arag marka een marka ina diyaarada kor uga jeedo ayada hawada maraysa ma ahan marka xirfada diyaaradda kor maraysay inuu ninkaasi wado ayaa waxa ila noqotay arin aad iyo aad u weyn marka wax badan baan sii fiiriyay een waqti hore ahayd arintaasii ka bacdi waqti aan isleeyahay dhowr iyo 30 sano ka dambeeyay ayaan halkan ka tagay oo wadankii tagay marka oo airportka aadan cade diyaarad ku jira oo baxaya oo u socda gaal kacayo ayaan waxaan arkay jiraalka oo qolka VIP da inta ka soo baxay askar in mutaqaana staffkiisa la socdo diyaarada soo galay baan arkay marka meel iga horeeyso wareystay diyaaradii markay kacday hawada gashay ayaan waxaan iri adduunyo ay adduunyo maanta jiraalkii hawadaadu wada maraysan baan marka xasuus weyn bay markay ii ahayd een xasuusta kale waxa ay ahayd gaalkacayo een muddo badan ka bacdi anigu waqtigii waxaan ka soo tagay ayadoo wadanku uu nabad yahay oo magaalada Waqooyi iyo Koonfur aan loo kala aqoon hal gaalkacay ay tahay ayaan wadanka ka soo tagay een wadanka yaanan oran yani gaalkacay ka soo tago xamar imid ka bacdi way dagaaladu ku dhaceen kumaan laaban een 2012kii ayaan gaalkacay tagay marka een walaalahay marka aniga ila dhashay oo reer gaalkacyood aha marka dhalinyaro wada la wada aha cid guursatay iyo midna ma jirin gabdh iyo wiilalba intii aan wadanka ka soo maqnaa een dad badan ba guursaday caruur badan bay dhaleen qaar ba xataa walaalahay ayeeyooy noqday een magaaladii markii aan tagay magaalada labadeeda dhinac ayay ku kala noolaayeen walaalahay markii dagaal dhaco een labada dhinac bay kuwan abtiyo abtiyaashu waa ay kuwan adeerada u ahayba qolada dhinac bay u qixi jirtay marka een markii aan dhinaca koofurta tagay anigu koofurtan ka soo jeeday reeroday ahaane laakiin magaalada dhinacyada labada dhinac oo ehelkaygu waa deganaay arutii aan marka ka bacdi dhalatay oo walaalahay dhaleen oo dhinacan joogay markii aan u tagay oo booqday kuwi kale waxa la yiri ma tagi kartido xiisad xun baa jirta ayaa la yiri een gabdhihii iimiimido isool salaamay wiilashii abti baan soo salaamayna ma yaa la yiri ha isku imaanina anigiina waxaa la yiri ha aadin sidii baan uga soo laabtay abti aan weligii la arag oo ka yimid oo meel guryuhu hal kilomitir iskuma jiraan ayaan inta halkaa tagay ayaan ka soo laabtay oo Mareykanka ku soo laabtay anigoona arag runtii arrin xanuun badan bay ahayd telefoon baan ku wada hadli jirnay wadankii marka labaad oo ahay jirka ayaan diyaarada wada raacnay marka mar waxay ahayd uu shaqada runtii shaqada nabadeynta uu sameeyay oo markaas uu san xilkii dhanka uu san markaa hayn ayaan sidii oo kale tagay war magaalada waa isku furan yiri magaalada dhinacii aan doono Koonfur iyo Waqooyi iyo guriga aan doono inaan markaan doono seexdo markaan doono aan ka soo qadeeyo markaan doono aan runtii xuduud maana dareemin waxyaalaha marka ay dadku meesha ka jirtay waxa kamid ahaa oo xasuusta gaarka ah oo jeneral Gorod aadka ii taabtay waxa kamid ahayd in la yiri ciidankii Gorod ayuu ciidankaana uu magacyo badan baa u naqaanaa laakiin ciidankii Gorod baa la yiri ayaa magaalada fadhiyo halkaan nabadeeyay oo magaalada inta u dhaxeysa markaas runtii dhexmaraysina waad arkaysa marka arin runtii aad iyo aad ii taabatay ayay ahayd inaan soo arko caruurtaydii oo aan waalidka u ahaa iyo walaalahay iyo dadkaygii aan dareemo inaan ma taqaan hal magaalo tagay anigoo sidaa ayaan soo laabtay marka nabada sidii ay dad badan uga markhaati fureen oo wasiir Sadiq Warfaa uu ka mid yahay
دتك كمرة كعيانا هاي وإنه هذا كسو أركي وحنا لا هاي إلهي هقوليو إلهي الدنيا آخرة بها كل يبانو إن سيدا وش إن قدوميها تالية دا بنتلان وحو يردتكو نواد بيوك الله ينصو بحدي مركي أن تولوين بدانو أن تغي ميل إلى هذا بيتالي دتكو وحي بسير لسيان بهول وين أو هول كان نبدل اللي إلى هذا وحال اللي يري نبضين با سعوتو شرر وان بيال لقبانا يا بلي بسلان شر بالو قبانا يا بيتالان شر بالو قبانا يا هول أن سلاه إلا كن قف بوقادا رقي نيلي عبد الله عبد الله كان فديا دتكو هرموت كايو هلكان لعته وارورين جيري كميدا ها marka dadko dhan nabad waa u diyaar waana laga shaqeynaya dhameystirun bay naga rabtaa waa noo bilaabeen generalada iyo intii kale oo la shaqeysay magaca la ugu soo kiciyay oo ah magaca isdhexgalka ee dhalinyaradana runtii arintani waa arin xaqii nabada iyo ciidankii iyo ah laakiin hadii aan la helin isdhexgal kale oo dhinaca bulshada oo sida hadda uu sheegay walaalkeena sports ka shaqeeyo oo sports ka iyo waxbarashada iyo mataqaana een buug feer xataa sanadkii ay mar qabtaan ba jirta een ayaa jira marka isdhexgalka waa mid aan ayadana ka shaqeyno marka aad iyo aad bay u maasantiin waa garbihii generalka ay ahaayeen ayaguna aad bay u maasantiin waa idinku daahay raali ahada wasiir raaliiga haw salaam aleekum uma santay een aad baan ugu dheeraanay naga raali ahada barnaamijka mar dhawaan soo gaban gabeysan doona maadul qaata wani laba qof iyo meelaha sanoo haray sida la socotaan marka een dhalinyaradaas oo Cabdirsaaq kamid aha waqti badan bay wax galiyeen hada een arinta oo buug feer ku sheegay laakiin waxa jirta sanad kasto waxay afuriyaan aagoomaha labada garab ayaka dharu gada oo ka farxiya oo meel isku keena waxa yara u sameeya marka waxay keentay in iskuuladii isku furmaan hadii dhalinyaradaas dhinkeeda laga fiirsho waxa dhacday ayadoo magaaladu kala xiran tahay bay go'aan waxay ku gaareen dhalinyaradaasi inay maalin gudaheed ayaga gudoomiyashii la tashanin ee magaalada inay kaligood go'aankaas qaataan markaas ardaydii nooradka joogtay iyo kuwii koonfurta jooga hal saacad gudaheed waxa la arkay magaaladii iyo kuligood socota marka dhalinyaradii arintaas ka shaqeysay waxyaalaha ay nooga sheekeeyeen oo aad markaa u tagnay aadka noo qiirigeliye waxa kamid ahaa markii baabuur waxaa jirtay halkaan aan campaign uga sameeyay Cabdirsaaq iyo baabuurkii ku socon laayeen oo ku safri laayeen ayaa u gadnay markii meesha ay tagaan baadiyaha waxay yiraahdeen dadka waxay la kulmayeen een reer miyiga xoolo dhaqatada ah oo xoolaadana isku qabo de xaqiiqiyan dad dhibaato waqti dheer ku soo jiray ah marka waxay yiraahdeen waxa arkaysaa nin oday ama nin iska nin dhaxaada oo garabkiisu go'an yahay macnaheedu halkaas daloosho qori sidii nafta ka dhacday oo daalay marka la hadashido arintu uga sheegno niraano rag waxaan ah labada garab oo reer muduga oo dhalinyara oo raban nabad inay ka shaqeeyaan waxay raadeen oohin ba isla markii uu ka imaanayso qofkii maba iscelin karo wuu ooyahay markaas wuxuu leeyahay qofka aan la diriray maxaa ma aqaano kii habartay dhashay midkii eedaday dhashay mid u yahay ma aqaano leeyahay markaan arko umbaan xabada iska yiri ka carara dhibaatada macnaha dadka markii dhibaato dhex marto fool xumadeedu ku tusaysa waxaan rabaa nin kamid tiimkaas uu leeyahay Maxamed Muuse Xasan oo tiimka aadka nolosha shaqeyn jiray ah haddana ah madaxa hay'adda Somali Family Life Center oo runtii qayb weyn ka soo qaatay arintaas inaan ku soo dhaweeyo sidoo Maxamed BBC waa loo yaqaan dadka inta badan sidoo kale wuxuu rabaa inuu shahaado sharaf guddoonsiiyo miya okay bismillah wasiirku waa maasan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu odayaasha dhaqanka ganacsatada gabdhaha marti sharafta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo adeer general Abdulwali Korad oo runtii tiimkan hadda weyn hoggaaminaya iyo adeer Maxamed Axmed Shaale oo runtii asaguna kamid ah waftiga noo yimi sidoo kale gudoomiyaha ururka mideynta Mahad Cali Yusuf iyo Baki oo iyagu waftiga ah sidoo kale waxaan la joogaa
madaxii hay'adda qaybta asadoon ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota maxamed abdi nasir waxa kale oo runtii aan aad ugu codo daarinaa abdul qadir oo qorshuhu ah inuu yimaado balse xogaa xanuunsaday markaas saas u baaqday isagana waxaan ilaahay caafiyo abdul qadir yasiin oo asagu madaxa hay'adda asadoon runtii waxa sharaf noo ah anaga general waxaan wafti u sheegayaa magaaladan runtii waa magaalo aad iyo aad dad Soomaalida erinaynigi ay gobolka Minnesota yimaadeen dhowr boqol oo kun baa degan Soomaalidu runtii waxay u badan bay waxay gaartay horumar xagga ganacsiga siyaasadda waxbarashada sanad walba jaamacadaha iskuulada waxa nooga baxa ilaa 2000 oo arday Soomaalidu waxay leeyihiin iskuulo gaar ah oo jaartara oo ilaa 8 Soomaalidu runtii waxay leeyihiin ilaa 4000 oo business oo qaybaha kala duwan ah runtii Minnesota waxay caan ku tahay markasta oo dhibaato ay ka dhacdo Soomaaliya meesha ugu badan oo Soomaaliya laga caawiyo haday abaar dhacaan haday dhibaatooyin kale dhacaan iyo runtii gurmad weyn bay u yihiin ummada Soomaaliyeed waana dad aad u sadaqa badan oo xoolahooda la baxa haday nabad ku bixinayaan iyo haday si kale u bixinayaan ba marka runtii Minnesota waxa oran karaa waa hoygii caasimadda qurbi joogta Soomaalida ee qurbaha runtii anaga magaaladan waxaan noogu iman jiray qof musharaxa oo xil doonaya waxaan noogu iman jiray qof xilhaya waxaan noogu iman jiray qof hay'ad khayri wada oo raba inaan taageerno laakiin waxaan caawa ku faraxsanahay tiimki ugu horeeyay oo been islaax ka shaqeynaya oo nabad ah oo ah in qof naftiisa la badbaadiyo been islaax waxa u horeeyay tiimkiina laba general adeer gorad iyo shaale runtiina waxaan qabaa inaan naga soo daahdeen maadaama runtii Minnesota ay tahay meel aad u fiican hore aad inaan u tabaadaan sanabad uga qayb qaadano laakiin waqtina kama tagin haddaba waa inii bilaabata marka runtii waxaan aad caawa ugu faraxsanahay in aan noo timaadeen oo aan filayna meelo kale inaan soo marteen Boston, Ohio, Virginia iyo Toronto oo runtii Soomaalida u wadeen nabad tabliiqa runtii waxa ay tahay dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin kaliya dad u istaage dad isneeceb ama culada ka dhaxaysa maaha sababtoo ah ummadaha kale oo soo dagaalamay ama islaam ha ahaadaan ama gaalaha ahaadaan markay qurbaha yimaadaan isku maqaayad ma tagaan isku meel ma degaan soomaaliduna waa dad markay meel yimaadaan iyagu islaasada sababtoo ah soomaalidu umaba dhalanba inay dadka interrogation la subiyaan waa qaloonayaan marka wax taas ku cadeynaysaa soomaalidu uu xogaaga siyaasadda baa jirta maaha soomaalidu waa qoys waa abti waa seedi waa xidid waa dad runtii fiican sababtoo ah qof nooc u raba ahaado maanta intuu soomaaliya ka soo baxa ilaa mareykan safar ku imaan kara isagoo shili wadan soomaaliya jirta nairobi uu imaanaya waa la soo dhoweynaya lama dhahayaat waxaa la leeyahay xagga socota halka waa la jiseynaya waa la soo reynaya marka waxay ku cadaynaysaa soomaalidu inay yihiin dad ilaahay dhaqan fiican siiyey laakiin ilaahay waxa uga baraynaa nabadooda iyo dowladnimadooda inay u soo laabato say bari ahaan jireen sharaftooda ay helaan dad qablay ahaayeen isku filan ka muuqda adduunka waxaad ogsihi soomaaliya waxay ka mid ahay 1960 waddamadii ugu horreeyay oo dimuqraadi wan maanfad lagu subiyey meesha aan gaarnay iyo maanta meesha aan joogno wax aad farq weyn u dhaceen weeyo marka runtii anoona ku dheeraanayn waxaan aad ugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa gudiga qabanqaabada oo ugu horeeyo gudoomiye maxamed kaynaan sheekh axmed maxamed cabdirsaaq saciid tiimkii shaqeynayay oo dhan suudaanka ka ugu horeysa waa mahadsan yihiin gablaha ay dadka yimina saa u ajiibteen inaan martida soo dhaweysana waa fiican tihiin oo aad iyo aad waa waxna lagu yaqaanay Minnesota waxaa lagu yaqaanay qof yimaada in la soo dhaweeyo waana gobonimo aan u lalanay marka ma dheereynayo aan rabaa inaan u yeero maadaama runtii ay yihiin dad ka shaqeynaya nabadda toddobadii sano u dambeysay sidii la sheegay oo aan la socda xaaladooda iyo shaqada ay soo qabteen waxaan rabnaa oo u talagalay anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda gobolka Minnesota iyo magaca hay'adda madaxda aan ka ahay Somali Family Life Center shahaadada ugu horeysa inaan u yeero General Cabdiweli Xuseen Gorad shahaadadana waxaan siinayaa u yeerayaa Sheikh Mawlid Masaayid Abubakar Sadiq iyo Sadiq Warfa wasiirka hore aad uma wasiya saaxiibkay horta waxaan rabaa inaan u sheego ninkaasku iskuul ahaan dhigay jirna horta taariikh dheer anaga dhexaysa laakiin waa ka yaraa waa laga yaabaa sharaf ayaa noo tahay generaale hambalyo
waxa u jeeda jaaliida Soomaaliyeed oo midaysan oo ku nool North America qasatan meeshaan xarunta ka inay maanta sharaftaan waxay tusaale noqonaysaa qof walba oo nabad ka shaqeeya in laabaal mariyo loona garab istaago waxaan ka balan qaadeynaa inaan nabadan kala shaqeyno kuguna hambalyeyno shaqada wanaagsan adiga iyo uu istaagtay Ilaahay ku guuleeyo بسم الله الرحمن الرحيم أدر جنرال أحوان حسوسينيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقف كي تشيدا يا تشيد وناكسن وحولي هاي أجر كذا يا أجر كعدي كل لقنت ما تحوي تشيدا يا أدر سنة وناكسن وأهنا بضين تا دتك الدقى مدوك ولقسي وأدر كأمانية هاي وحين نقول إذا صدق جاري ولي قد أصعون إذا أنك قائنين مركا ونقوهم بليني نارين تاس ونقوف رحسن جزاك الله خير طيب بسم الله الرحمن الرحيم واحد روايه الى هذا مقع جاليد محمد من سوتا ايا اللي يغسي شهاده شرف ولي انا اللي يحرمين هي اد يا دو ما سنتين الى غير هذه السيو رنتي انا مركان هوش كو دقاق هي ما لها انسان وكلا لو شرف هيا نبا و خي يغير هذا كور ني هرت بها كيشا بو يري waxaan dadkan adeeshiisiin sidii waxaan adba joogtay waxa keesha saana waxba markaas uu dadku waxay ku yiqaan ma taqaana saana ma waxay ku yiqaan miskiin waa dadka daba jooga dad miskiin daba jooga ilaahay qeyr siyaar barka intee oran lahayn waa sheydaan oo dadka isku dira oo dhibaato geysta waxa way amaaneen baahir marka aad u maasayeen aanu runtii ma filaynin shahaado iyo muxuu aakhira waa ka rajaynayaa laakiin adduunka sidaan in la xurmeeyo ma balaynayn marka waa ku dhiranayaa waa si nabadaynaya ilaa iyo meesha ugu dambeysana waa geenaya hadii ilaahay ira waa ma santi shahaada labaad waxaan rabaa inay la bixiyaan saddex qof laba waa taagan tahay waa ganacsade abdullahi farax galbeete oo runtii aan qirayo inuu yahay ganacsade degan gobolka minnesota sadaqada umada soomaaliyeed ka qayb qaato haday bi fatahan hadii qof xanuunsan wax la siinayo waxa uu kamid yahay runtii dadka shilinkooda ku bixiya umada soomaaliyeed inay ku taageeraan wixii dhibaato isla markaasna waxa uu ka qayb qaataa nabada meesha hadaan ka leenay gobolka mudug marka waxaan la bixinay shahaada oo aan siinayo u yaraa jeneraal maxamed axmed shaale inuu soo kaco waxaan ugu doonsiinayaa suldaan abdikariin iyo galbeete iyo madaxa hay'adda minnesota ee asidon maxamed abdinaasir أتكلم مسوق فيه مسوق فيه ده ما شاء الله ما شاء الله تك شهادتنا الله كوكو دارو بسم الله وحن اللاوي الله أغنى حريستو وزير شوكي أنا وحوي هانجري ديرتور سكول كعانكي كهر سكول ميديا سوبريوري مركز دمبل اللو بحشي راقة وغاس مركز حق قارو يقول لي هاي من علمني حرفا سرت له عبد مبالي وحن أمال يا النبي صلوات الله عليه بايري ما هو بو علومة هاي قرر الله تهدان هالكا خلده مركز حرف بو إبري دمبي قيس الله دافو أنت إن بيش تشوك تعاو شهادة دان قدوسي سينا waxaan u celinayaa mahad ballaaran waxaan karo ilaa wax xilibaano hore wasiirro hore gudoomiyasha beelaha ee gudoomiye Kenan iyo gudoomiye gabadhi farxiya iyagana waa u hambalyeynaya marka waxa ballanno ah ballanta halkaan caawo ayno ku wada galay ila labada dhinacba fulina assalaamu alaykum
شهادات لوسيي واد متيستي الله كو كرامي جنادينا ميد كفي عن شهاده الله كو سيي الله انا ودنا الله سو كاي دم داف waxaan u yeerayaa shahaadada saddexaad inay gudoonsiyaan runtii waqti badan nin galiyay nabada runtii mideynta madaxeeda Mahad Cali Yusuf muddo badan buu soo shaqeynayay marka Mahad runtii waxa uu ka mid yahay saddex sano u dambeeyay hay'adihii ka shaqeynayay mudug bisbilin oo runtii waqti badan galiyay Soomaaliya u tagay meelo kala duwan u tagay haddana waqtigan qayb ka aha oo uga yimid dalka Kanada shahaadadan waxa gudoonsiinay u yeerayaa saaxiibkay wasiir Hussein iyo waxaan kale u yeerayaa mid ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Faisal Dari iyo ganacsada Kayton mahad waad iyad baan kugu mahadnaqaynaa runtii arintan mudugu waxa ka horeeyay oo aad aniga ii taabatay arintii gabdhaha waalid ilmahooda ku waayay Toronto barnaamijkaas baan aad u daawaday aad iyad baan kugu mahadnaqaynaa sida aad dibli dadkaasi to aad maaragtay ula shaqaysay hooyooyinkaas gabdho badan baan aqaan curdadoodii ku waayay waa wax aad looga xumaado waa qayb ka mid ah bulshadeeda iyo tagtay marka thank you very much again so do Minnesota waan mahadsantahay mahad waa kaliye dadka Soomaalida badan marka qaybta caafimaadka laga hadlayo waxaa aad wax u caawiya dadka caafimaadka shaqeeya dhaqaatiirta nursing mahad waa bulshada laf dhabarka 32 sano miya hay'adiisu bay dadka Soomaaliyeed gargaaraysay qaybaha kala duwan haddana nabadaan oo mudug u jeestay oo aad gacan toogisay kaaga mahad celinayna aad iyo aad oo mahadsantahay mahad een bismillaah een hor laga shaqeeyo waxa u fiican nabada een caawo in nabad la helana waxaad ku garanaysaa ciidanka ama generaalada waxa loo tababaraa inay dagaal hoggaamiyaan inay nabad hoggaamiyaan looma tababaro marka hadaad aragto general Gorad iyo nin aan aad u ixtiraamo general Shaale oo nabad hoggaaminaya waxay marxaati ka tahay in nabadii la helay oo culadii laga leexday in mahadna waxaan uga mahadnaqaynaa in hawshaas uu ka shaqeeyay waxaan rajaynaynaa inaad Soomaaliya gaalkacayo kaliya ma aha ilaa iyo xamar inaad gaarsiiso sidii Rwanda oo kale Kigali waa magaalada ugu quruxda badan Afrika waxaan rabnaa xamar inay noqoto magaalada ugu quruxda badan ee nabad ka jirto waxaan rabnaa gaalkacay inay noqoto magaalada ugu quruxda badan ee nabad ka jirto waxaan rabnaa laascaanood inay noqoto magaalada ugu quruxda badan ee nabad ka jirto aad baan u mahadsantahay Assalaamu alaykum wa mahadsantiin runtii emotion why I moved muntaqana badan ana shahaadooyinkan bixiyay maanta caawana lisi mashallah adiga aad iga mahadcelinaya marka arintan oo waxaan rabaan wuxuu xasuusiyay een sanadkii 2022 gi aan aniga iyo general Gorod iyo waxaan ku qabannay shir een aan u qabannay xildhibaanada iyo sanatarada gobolka ka soo jeedo waxaan isballansanay 2023 gi inaan ku qabanno een gaalkacay inaan ku qabanno unfortunately waxa madaxweynaha intuu soo wax noo codsaday in dib loo dhigo because markii dagaalkii een al-shabaab goboladaas ka bilaawday marka hadda sanadkan balanteenu waxay tahay 17 bisha December inaan tagno
كورن إن أنسيمرنو أنا هذا مرة قال كان كتغو كتغو قبل هذا نتو حنقص عدا كجالي كونفرنس عن كسب بينو إن دلني هذا هاد مش جوكت هو كسب قبل كله كرانو كونترن فايلن إكستريميزم كأي آه إن دولت يوغاندا غوغوش يفدسي أورغانيزيشن كمدان تاع بابوليسي مرة قارب وقف كي دلنا أي هذا دينا نقوله ولا هاد لو متقن ناس هو كسب قبل كله وشغو مرة روتينا آد يآدن إذا كم هاد علنا عاوه هبين وحوي قيمة بدن سد culumada iyo dadka dhan isku raaceen wax ka sharaf badan oo ka qiimo badan oo ka ajir badan hawshaad ma jirto balan qaadaya awl continue ila maalinta aan bilaawno ila maalinta aan generalka balanta ka qaaday hal week aan ka nasan ma jirto week kasto waxaan galna koolashaaneeto hawsha way socotaa intaan noolahayna insha Allah hawshaaneeta qeyr ka kubadan oo Soomaalida in jannada ku aadeena oo mahadsantiin insha Allah whatsappka groupka oo ma iyo timkiis waligaa wada sab la mid oo markii laba sano iyo bar wada sab shaqeynayo oo sina ahad walbo la soo galayo oo arintaas macnaheedu wanaag geday la tusaysa aad doomaatan tahay sharaftaada Allah ku sharf ee waxaan jeclahay shahaadada u dambeysa inaan u yeero saddex qof oo bixinaysa waxa uu yiraa mid ka mid ah siyaasiyinta gobolka Minnesota isla markaana arimaha bulshada ka shaqeeya saaxiibkay Cismaan Axmed Ciiro iyo gudoomiyaha jaaliyada Buulaan iyo gudoomiyaha jaaliyada Galmudug shahaadadan waxa iska leh madaxa hay'adda Asadoon Cabdul Qadir Yasiin balse waxa uu qaaday maxaa Cabdisaaq maxaa Cabdisaaq sorry Ismaaciil Ro iyo Maxamed Kaynaan iyo Lu iyo Farxiyo halkan soo istaaga هات سوغل ما siyaasad iyo nabad horteena kala deesid waay marka caaw nabada laga hadlaaya marka waxaan lahayn horta gudiga soo dhawaada walaalkan xanuunsan oo iimaan waayna ilaahay caafiyo ilaahay u fudeyo shahaadadana waxaan ku daraaya waxa la isku dhiri galiyo oo la isku amaano waxa uu fiican nabada inta caawe qodbal dhageystay iyo culimada noo sheegeen iyo inta ognahaba marka nabada iyo dhiri galinta qofka walaalka markuu uu wax qabto intuu nool yahay in loo mahay cali waa fiicanta marka waxaan leeyahay waa mahadsantiin dhamaantiin bismillaah runtii xafladdu aad iyo aad bay u qurux badan tahay waxaan aad ugu faraxsanahay in Asadoon Cabdul Qadir Yasiin Saciid Erkalo iyo Maxamed Cabdi Naasir inay ila soo xiriireen xafladda tan inaan la qabto non-profit organization sida walaalkay Mahad iyo Cabdul Qadir Yasiin iyo tiimkan in laga shaqeeyo wax sahlan ma aha qofka isagoo awood u leh inuu magaaladiisa ka shaqeesto waxa iska barta danihiisa qabsado in dan guud uu kaco runtii qofkii ka soo shaqeeya garanay walaalkii Cabdirashid ayaa garanay dadkii 20 sano ka shaqeeyay marka aad baad kaga mahadcelinayna shahaado wax ka badan baa naga istaaysha waxaan leeyahay Maxamed Cabdi Naasir oo magaalada tan hadda gudoomiyaheeda u ah intii aad xagga ka soo waday waxaan ka codsanayaa inaad naga daalin waad noo sii wada shaqada Masha Allah aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan ma aragtay kala qayb qaadano fursadaan aan helno ma aragtay nabadoonka awadaan ma ahan wax halkan ku ekaan doono walaalayaal sida hadda oo ma aragtay generalka korod iyo dhamaan ka dhawaajiyeen halis cafiyo cafis adduunkan wax ka weyn ma jiro qof walba qalad uu galay
maanta anaga dhan caaw halkaana joognaa bari waxa laga yaabaa inaan ma aragtay marka cafiska hal badiyo waan idin een ma aragtay nabadonka yaana soo dhaweeyna een masha Allah marka aadan ugu faraxay een hadaan een galmudug iyo jaaliyada Minnesota ee Soomaalika waan idin mahad celinayna gabdhahaana inay wax yar dhahan waan jeclaan lahayn ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم كل جوائد السلامي مقعي وحال ده خضر أبشر عبد الله هذا كور روح عن تاريخ ير يعني كدر سنة هذا الكيكة مركي تليانة قال لك سعر هي ودنك هست سومالي توس وداد حسستان موسيقى لغوسمي لغوسمين عدوى لبقى هي مركا وحا انت اوجتشي ده هذا انا جاي اسهرتشيغنا كل جين بقدين نحذين لكم تشرتو waxa ku jirta nabadeyn iyo mideyn iyo isku imaansho iyo in la isku tanaasuro waxaan kala aad waayahan aan xoga saaray si aan diinta aan u barto aan u fahmo waxa xaq aniga Ilaahay naga dhaxeeya ayaan aad u bartay waxaan kala bartay sunnada nabiga ayaan aad u bartay waxaan bartay mar walba aan la yaabi jiray nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam weligiis hadaad ogtiin yadii kale ama iga barta maanta ama hadaad taqaanina waa taqaanaan weligiis ma uusan arsan wax walbo ku dhacana alcafu uga baxay marka mar walba waxa isweydiin jiray Soomaalida maxay isu cafin waayeen maxaa ku dhacay diinta miyeysan fahamsaneen maxay ugu jiraan only clear aliyad biliyad ay ugu jiraan mar walba su'aashaas ay ugu soo hornoqonaysay marku qof walaalkay ah oo laga diro optionka ugu horeeyay waxa weeye ma ahan inaad qofkaas qoorta ka jirto oo aad qoorta ka goyso ma ahan optionka ugu horeeyay waxa weeye al-afw ka badi ayaa waxa ku xigta in aad ma aragto qisaasato optionka ugu dambeeya ayaa wuxuu yahay hadii aad ka samir weeyso in lagu dilo marka anagu optionkaasna la siiyay inaan option keen koowaad inaan ka dhigan in qoorta la iska jiro waa wax laga naxo waxaan u maleynayaa aqoon la'aan iyo diin la'aan iyo fahamka diinta oo nagu yar marka insha Allah in walaalaheen noo imaaday gorod iyo shaale iyo inta kale oo soo waday waxaan leenahay mahsantihiin dhalinyaradeena abuuheen waxaan leenahay asagana waa mahsantihiin waxaan idin ku boorinayaa in aad is cafisaan wallahi waan taray garay qofka hadaad cafiso waa waxa ugu fiican wuxuu ugu noqonaya ayadii ma xasuusto qofka saaxiibka ugu wanaagsan buu noqonaya qofka dad cafiso oo mar walba cafiso waxyaalaha lagu xantana waxa weey waa masaakiin waa naif waxna naif la raama jirto sunnahan doona inaan ku dhaqmo qofka aan cafiyo hor u socdo marka halays cafiyo halaysu tanaasino halays garab taagnaado gaalada nagu soo socdana hanal ka qafto insha Allah waa maasantiin sidoo kale Ismaaciil Hawalkeen siyaasadda dabreey ka qaatay hadda waa madaxa hay'adda care ee Minnesota oo runtii dadka muslimiinta ee gobolka Minnesota u doodo xuquuqda dadka xag guriyaha xag sharciiga iyo dhibaatooyin kasta oo soo wajaha marka Ismaaciil mahadcelinaya shaqadiisa waxaan ku rajaynayaa Maxamed waa mahadsantihiin horta marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad farxad iyo inaan labadooda gudoomiye aan caawa dhex taaganahay oo runtii waa farxad gaar ah mid kale oo waxaan rabaa Cabdi Qaadir Yasiin iyo Mahad iyo inta runtii ka shaqeysa non-profit ka dan Soomaalinahay aad bay dadku u xadhaagtaan marka walaalayaalow taasna waxaan ka bedelno maadaama codsigaygii hore oo hadaa ita ahaa aynu isdhiirri gelinno horay laga aqbalay marka hadda waxaan isla yeetana ku dirsatid dadka ka shaqeeya hay'adaha waxay u shaqeeyaan runtii marar badan ba aniga aan u soo joogay oo marqaati ka ahaa in ay ayagu iska daa inay wax qaataan inay ayagu tooda reerkoodi iyo guriyahoodi oo runtii aad u tabaalaysan inay umada wax u qabtaan oo gaaskoodi iyo lacagtooda ku bixiyaan marka inta samaha ka shaqeysa oo hay'adaha ka shaqeysa non-profits ka hala dhiri geliyo hana lala xisaabtamo laakiin hala dhiri geliyo waayo waxay ka mid tahay waxyaalaha wanaaga nabadana waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo oo ah runtii Cabdi Qaadir Yasiin iyo saaxiibkay Saciid iyo dadka kale
maanta ta ka shaqeynaya waxa laga yaabaa inay xitaa mudug ku dhalan qaar kood ayno Cabdul Qadir Yasiin bihiis ba xabar ku dhashay asagana xabar ku dhashay 3 4 generations marka inuu caawo ka shaqeeyo iyo mahad waa wax aad iyo aad weyn marka een waxayna tusinaysaa muhiimada ay leedahay nabada een gaalkacyo iyo mudugbo aad iyo aad baan islaamayaa waana imaad culniya hada yow maatantahay een hada raaliya waqtiga waa gabagabo laakiin wax yar halaysiyo la dul qaato waxaan rabaa inaan u yeero een xubin kamid dhalinyarada oo la yiraahdo Sayid Habiib Sheikh Yasiin Xirsi Islaan sidoo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wax yar hadal ma dheera hadal ma dheera waxaan codsanayaa dadku inay fariistaan oo hadalka dhageystaan please min fadlikum hadalka aan iska dhageysano Bismillaahir Rahmaanir Rahiim inaad fariisataan waa codsanayaa wa laga mamarmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هرتا وحن نصيب درأة أنا يعني قبل كمدوك إسلام كي سيناء وذيكي سيناء لبادي يكون يشنتي إلى مانتنا نبدي سكشقيني in xilligan la ii yeero waa nasiib darro waxaan rabaa aduusan ragu is aqoona waa mushkilad weyn waxaan idiin sheegayaa nabada gobolka mudug hadda general gurad waa mashquulisan waxaan rabnay hadalka inuu dhageysto min fadlikum generalku inuu dhageysto oo galaada 2005 baa waxa dhacday laba nin oo سعد أهبا بيتالا كسو دقي صدح بين كهر ميل بعد وين يو هي ما أود حي سب وحي كد لين صدح نين ولا أنا رأي كربيات تاني أنا رأي خلا فيها قبل كم دقوي هبين كي دم بابو ميل بعد وين لي هذا لبادي نين أو الله صعتي ما دين قبر عانك جدنا يسا ونن كم إذا عانك جدنا يو باكشة كذي وين قبض hortaanu maalintaas aan nabad gobolka mudug bilaabay nimanka rag een xilligaas markaasna la qabtay baan meesha waxaan ku xila furay inaan la dilay nimankaas wa man ahyaaha fa kaannama ahya an-naas jami'a anigu dalil sanaya oo waliba ninkii dadka isugu kaay xigay aanu qalcada isugu koongareysanay waa dilaya iyo ma dilaysid ninkii gooniba ula baxo waxaan ku yiri niyo 6 sanana waa jirtaa xooguna intaas uu ku leegiyay anuu wax ku garanayaa waxa uu socotide maxaa ku falaysaa qof aad ku aqoon adna aad aqoon yahay dishin wuxuu niyo gacan baan ku jiraa waxa yeelaysaa ininkeedii jirtaa waxaan ku yiri ugu dambeeyo anaana ku sii deynaya waana aragtaa qoryaha ku goongareysan laakiin ma sameynaysaa inaad ciidan boo ku ogoyn oo ku aqoon aad soo doonanayn caa waana taa fulinayay بل لا إله إلا أنك قل يا أبو يد إيقو داران كويد هما دين عيدا مركا مرنا يصد حنين في أن تانك حيستي باو حان كويد ميشا كتن دوا يكون نقو غورت قبل كميدو أنو 2005 كي إلا ما أنت واك الشقين إيا وحد عدي ميل قدد لي دادو ونمان كا سعاد كا واغور عبد الله سود تشي إني بيها كعبان اللي عضي عبد الله يوسف وهو عن نبادون نبات الجبل ككش قين يودد كيس كحي واحد عضي نمن كاس إنا إنما ويرين صبح حسين يبقى يسوى حي الله نحرسته وهو يقولي أنا جا أوجي بس هذا أوجي شعر الإسلام بالله يراه ذا وحن نبات يدي كبش قين أبوه هنا يسوى نبات كش قين يدري gobolkamidugoo sidaas caawayniko tan noqdo dadka isimka u ahaa inay iga hormaraan caawa halka yimaadaan waxaan saydi leeyahay nooyahow nabadu caawa shir baa la iga yeeray oo wasiira ma aadayaan ku iriyo laa khayra fi kathiiri min najwaahum
لمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إلهي وحبدا أو كلام كدتك كلام الناس أو معروف يا خير يا صدق الله أمر يا أهل خير كم تجربون إلهي سبحانه وتعالى قفك أرنتا سمية ابتغاء مرضات الله يسوع ران لشاء إلهي مخلصا الدورية فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نبي عليه السلام له وحير ليس الكذاب من يصلح بين الناس. نبي وحير قفك يسوع بين شيء يدتك مصلحة ولا كشقينية ما هن كذاب ينبي عليه الصلاة والسلام. قبل كمدو انت تقال لك عيين انا وحانها رجع نبدي سك الشقيني حبين علادوس يقول ما صور عيد ده هذا ما عرض أي وكفكر ك قبل كمدو قلنا بدي س يأمد الصوماليات أو مد أه سيدا وقش قيلا فيسبوك جيجا بعد سيدا إذا ما قرن كصوماليات أنا وعيدا كهرجي دول نبدا حمر جيبا أنا baan ku dhisaayo dowladnimada dadku inay ku taageeraan ka shaqeeya nimba ay soo waxaan saaxiibannahay dambeeleed ba taageeraysaa way ugu yiri waxaan ku yiri oo haddana intay nimad galiyada ilaalin lahayeen Ethiopian iyo Ugandais wiilal Soomaaliyeed isku reer oo xabada ka xigsada ay ku waardiyeeyaa adiga maxaa dhibo ku haysta maxay wax ku qabsan karta nooyo marka waxaan soo jeedinayaa hadalkayga ku soo gabagabeynaya gobnimadeenu nabadeenay ku jirtaa ilaalinteena dalna qaranimadeenay ku jidhaa ogaadana nabada marka laga hadlayo ilaahay actis iyo ummada actisa labaduba waa wax weyn weey sadoqtiin hayo WHO la yiraado waxay ku qortay buugeeda nabad galiyada iyo noloshu waa baahi waajib ah oo cid kasta ay laga maamaan tahay inay arinta iyada ka shaqeyso. Waxaan leeyahay waan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga nabayow horta dad kala barta anigu reemuduga hadda aan aqaanayna meesha ma joogo wajiyo ugu cusub iyo niman riix amal oo tiro badan baan arkaa iyo dad kale. Waxaan idin leeyahay dadka kala barta jeneraalkana soo dhaweeya sooriyeeya ugu duceeya وإلهي مهديس حدين حلي داد بضانا نبادك الشقيني والسلام عليكم ورحمة الله وما سنتي مدن ريال يمرو إسلام إيجوك إسلام إيجوك إيجوك سلام إسلام إيجوك إيجوك رالي نقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوى سعيد إير كولي نبادان رالي نقو إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رير مدوك مين عشان ها horto waadi ka cudu daaranahay baqli jirteen walaween mudug waa aniga marka luqad aday idin ka halaawdo aan maqashaan ma taqaana luqad aad fahmi kirin waxa weeye iga raali noqda waxaan rabaa horta aniga waxaan u shaqeeyaa hay'adda Sudan nimankii geed dheer iyo geed gaaban u koray nabadan anigu wuu ahaa horta nasiib wadaag laba sano ka hor ayaa walaalkay mahad iyo hay'addiisa loo keenay bahashaan wax naga nasiib badanna ma laha sababtoo ah aniga nin reer mudug ah oo nabada ka shaqeeyo oo isdhexgalka la shaqeeyo dhalinyarada buu alaabta noo keenay waana la cararnay jeneraalkana markii noo la sheegay inuu arintan ka shaqeynayo geed dheer iyo geed gaaban baa u korna inaan meeshaan keenno marka waxaan leeyahay Minnesota-na laba isbuuc ka hor markii la yiri jeneraalka imaanahayo annako indhala baan nimid meeshaan geed dheer iyo geed gaaban baa waxaan u galnay inaan isku kiin keenno kulligiin waxba ka baranay waxba idin ka baranay laakiin waxaan idin ka baranay reer mudugow dad fiican baa tihiin dad wanaagsan baa tihiin Minnesota waa indhihii waddanka laakiin wax yar baa idin ka baranay waxaa jiro dad yar yar oo nabada mudug aan ogaleen oo ku dhex jira aniga reer walween baa inaan qarsado ma reer mudug wax meel dheer baa soo martaan baa shaati baa u gelisaan dadkaas yar yar oo idin ku dhex jira ilaa iska qabataan meel aa gaari kartaan malaha marka walaalayaalo walaalayaalow ehelow reer mudugow aan isku duubnaano yaana laga dhex shaqeyn
نبدا اننا انك ان سو عشنو ما فهمت سلطان كان وحان ليه رالي نوقو انا رالي جلناي سلطانكا رالي نوقو نوخر وا كا قاتاي ما دام اسلام كي غوبل كمدوغ انا هي وا لغا مارمان ان ان دولقات رالي نوقو رالي نوقو انا رالي جلناي انا رالي جلناي وا لغا قلدمي انا انا غلط كاس قادنا هيو غلطك انك رالي نوقو اسلام وا ما سنتي اضا سارين اضا غات نقرأ له حفلة الصوح رانا هنا دعاء وحاعو النوجو قرن دكتور عمر سيدنا هروي وقت هرو رجيم وبحاء أنا عطسك عصدي إنه نوجو صوح رد كلمة دي سي دعاء بعد إلى هيدكس إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام لله لما أنتم إن شاء الله تعالى ودعي سندونا لكن وحير بان كفر مرينا هذا الكبضان باركم الله فيكم رنتي وحوي حفلة وانا أرسل بان ميشان كرد عدي وحان الله أهل لها يوحي هيد مقالدي كعياء النواحي قيدة يقوبل كمدوك حقيقه دينا وحنا هيدات كوباد اي مغالده كودش كوراي كوسو برباري اصلكي اساسكا اولها ولكن هدو كودشاي ودجير انو وحنا كودشاي هورمر تايمكي يا ساعدي يا وقت سنه وقتنا واي قرنادين مركا وحا وهي مغالده ان بديه لغا شقيهو لغو دادالو هورمركيدا اساسكنا وحا او اها 1904 markii la diriray 15 odayba asaas u aha oo runtii waxa weeye magaalada nabadeed ka shaqeeyay oo niman dhalinyaro ahaa magacooda caawa wadaadku waxay ku soo sheegay laakiin waxay ka koobnaayeen Haaji Ahmed Dallaan Haashim Maxamuud Gaani Haaji Warsame Ismaaciil Ciqaal Ahmed Maxamuud Cilmi Haaji Qurxan Ciqaal Haashi Shirwac iyo Sheikh Warsame Cabdigiir iyo Aadan Haashi dhinacaas waxay ahaadeen 10 oday dhinacan kale tan waxay ahaadeen 10 oday ayagana goobasho u dhigay Nuur Cali Umar oo Nuur Ilay ah عبد الله قرد حاجي حاشي علمي حاجي ديجا محمود شيخ محمد سعيد فقي يا محمود دقل مركا أساس كي كوريا سجال بقول يا فرتن كي بيش أسمر كي دعدي والد كي رحمه الله قال كعدي قال لي جايدي وها نيكا وحو أها محكمة الشوي وقت قاسي ما قال أنا أساس كي ده حد يبقول سنة تشرستي كون سجال بقول يا فرتن لباتني أفرتي مركا هو بيا تليان ويراري ما قال مركا سأل سود دقي مركا عمري قدم ما قال موينين لكن waxaan ahayn dadkii aasaaska iyo originalkii runtii u lahaa oo magaalada waxa weeye iyo gobolkaba nabadiisa in laga shaqeeyo loo istaago magacayga waa siyaaladii sheegay waa Umar Xasan Cabdifaqi oo waxa weeye aasaaskii magaalada runtii magaalada aad iyo aad ayaan waxa weeye uuna soo kornay uuna jecelnahay nabadeeda iyo khayraadkeeda in sha Allah wa du'aysanina Allahumma hdina ila Allahumma a'izz al-islam wal muslimin إلهي المسلمين تما تقالناه هعزيو وأذل الشرك والمشركين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ردنا إلى طاعتك ودينك ردا صادقا جميلا اللهم استعملنا في طاعتك وهدنا كبارا وصغارا إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحبب لنا هذا الدين واجعله في نفوسنا أغلى من نفوسنا واجعلنا هاديين مهديين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد